حياكم الله بكل خير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من الظهيرة على إخبارية التلفزيون الجزائري. ملفنا الأول نفصل فيه في مخرجات اجتماع مجلس الوزراء أمس فيما يخص مشروع القانون الذي يخص شروط ممارسة الأنشطة التجارية وكذا العرضان المتعلقان بمتابعة مشروع منجم الحديد بغار شبيلات وملف الولايات الجديدة. ملفنا الثاني نفصل فيه في مخطط عمل الحماية المدنية تحسبا لموسم الصيف من خلال حماية الغابات من الحرائق. المحطات القارة في الظهيرة موجودة، ابقوا معنا. ملفنا الأول إذن نفصل فيه في مخرجات اجتماع يقول مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والذي خصص لدراسة العديد من المشاريع بينها مشروع القانون الذي يخص شروط ممارسة الأنشطة التجارية وكذا العرضان المتعلقان بمتابعة مشروع منجم الحديد بغار جبيلات وملف الولايات الجديدة. أرحب معكم مشاهدينا الكرام بالمحلل الاقتصادي والخبير الدكتور سعد سلامي، مساء الخير. أهلا بك، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. إذن اجتماع مجلس الوزراء أمس في مخرجاته نبدأه من الحديث عن شروط ممارسة الأنشطة التجارية. هناك إعادة النظر في المشروع لأجل رؤية واضحة تكون مشجعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين. أولا شكرا على الاستضافة. مرحبا بك، كل عام وانتم بخير. تعودنا في مجلس الوزراء أنه تعرض حصيلة نشاط الحكومة وأيضا نشاط الوسيط وتكون هناك جولة حول التقدم اللي تم إنجازه فيما يخص تنفيذ تعليمات أو توجيهات السيد الرئيس. في هذا الصدد بالضبط جاءت يعني لما تناول المجلس قضية إعادة النظر في قوانين التجارة لأنه هناك مشروعي قانون كبار الآن راهم بصدد يعني التحضير في الورشة. احنا إذا كان موضوعنا هو القانون التجاري يجب إعادة النظر في الخريطة الوطنية للممارسة في المهنة، يعني على كامل الأصعدة، بالنسبة للمستثمرين، بالنسبة للتجار الكبار وحتى تجار التجزئة. طبعا راح الموضوع هذا يشمل ايضا المجالات والمواد اللي يمكن انه نصنفها في تصنيفات كلنا على حده حسب طبيعه النشاط، حسب رقم الاعمال وحسب ايضا المناطقيه وايضا حسب الخريطه الجديده للنشاط التجاري. اذا كل هذا ربما لما نتكلم على او نستعمل مصطلح اعاده النظر او الضبط معناته هي تحيين او المراجعه، تحيين ونظره جديده للنشاط بصفه عامه. نظن راح في القانون التجاري راح تبان كل هذه التفاصيل. الحديث جاء فيه كلمه لاجل رؤيه واضحه، واضح جدا أن الدراسه شامله معمقه ايضا تخص التعاملات التجاريه سواء بين التجار الجمله والتجزئه، كثير من التعاملات الاخرى اللي تخص ربما دخول اكيد وخروج السلع من والى الجزائر وسنفصل فيها لاحقا. هل الامر ايضا يخص الممارسات التجاريه وممارسه الانشطه التجاريه في المحلات والشوارع وغيرها؟ طبعا ضبط هذه الجزئيات او السلوكيات في العمل التجاري يعني في النشاط التجاري، لانه يعني ربما كان عندنا خلط او ممارسات غير مضبوطه يعني في ممارسه العمل التجاري او التجاره بصفه عامه، سواء على مستوى يعني تجار التجزئه او السوق بصفه عامه او حتى التجاره من والى الجزائر. وهنا المقصود اللي يدخل فيه عامل الجمركه او يدخل فيه ايضا يعني ضبط مجالات التدخل ما بين الجمارك الوطنيه ومديريه التجاره او وزاره التجاره بمصالحها مديرياتها او حتى المركز السجل او كذا، يعني تحديد ضوابط تتحكم في العمليه بصفه عامه على كل المستويات، يعني على مستوى التصدير والاستيراد، على مستوى تجارة الجملة، وأيضا على مستوى التجزئة والأسواق. يجب أن تنظم بقواعد وضوابط معروفة
ضوابط يعني متعامل بها في كامل المجتمعات. حديثك عن السجل التجاري بين قوسين أخذنا إلى السجل التجاري الإلكتروني اللي ربما المصالح المختصة فيه منحت أيضا أجال حتى جوان المقبل لانخراط كل التجار فيه، وهذا أيضا دكتور سيضفي سهولة أولا في المراقبة والتنظيم، وسهولة أيضا في تطبيق مثل هكذا مشاريع وإجراءات. طبعا تكنولوجيا ورقمنة وتحديث يعني وعولمة، يعني الآن لما نتكلم إحنا على الدفع الإلكتروني يجب أن يكون قبل ذلك يكون السجل التجاري سجل إلكتروني، هو اللي يسهل عليه. طبعا يسهل عملية انخراط المتعاملين والتجار، يسهل عملية الإحصاء، ضبط العملية التجارية بصفة عامة، عدد التجار، الناس اللي سحبت من ممارسة المهنة، الناس يعني ضبط حتى محل ومكان الإقامة. طبعا التجارية. طبعا هذه هي يعني لادوميسيليس، يعني التوطين، المحل وين، كثير من التفاصيل، كثير من التفاصيل تدخل في هذا الإطار. طبعا دائما في إطار رقمنا، وباش نروح لمرحلة الدفع الإلكتروني باش نتفادى بعض السلوكات اللي كانت اللي سبت لنا أزمة السيولة في العام الماضي والعام اللي قبله، أزمة السيولة وشنو السبب تحول التحويلات الكبيرة اللي كانت في البريد على مستوى البريد المركزي ومستوى بعض البنوك للتجار اللي كانوا يحولوا أو يسحبوا مبالغ كبيرة من يعني من مراكز البريد اللي خلات التعامل تاع المواطنين لسحب الاجور وكذا والمبادلات في تذبذب. طبعا في تذبذب، وثبت لنا هذيك الندره في السيوله ومشكله السيوله العام الماضي. لازم نروح للدفع الالكتروني، قبل ذلك لازم يكون عندك، باش تروح للدفع الالكتروني يكون عندك سجل تجاري الكتروني على الاقل. العمليه راهي مستمره ومازالت مفتوحه حتى شهر جوان، يعني بامكان كامل التجار انه ينضموا لهذه العمليه دائما في إطار هذا التحول اللي راح السرعات ربما تتجاوز الناس اللي راح تتخلف. بعدين راح يكون في مشكل كبير إذا كان يبقى بالطريقة التقليدية. التجار اللي يعني ما يزولوش أو ما يروحوش للسجل الإلكتروني، سجلهم التقليدي سيلغى يعني آليا. وهنا راح يغيب على بنك المعلومات، ما يدخلش في بنك المعلومات اللي راه طالب السلطات تطالب به، اللي راح تستفاد منه مصالح الضرائب، تستفاد منه مصالح البنوك، الدعم المالي وكذا، وحتى السجل التجاري. يخليها ايضا في تجاره غير شرعيه. طبعا راح يدخل في عمل غير شرعي، تجاره غير شرعيه. لماذا؟ لانه غير مرسم في اطار العمليه الجديده اللي هي التحول من السجل التقليدي الى السجل الرقمي او السجل الالكتروني. المتابعين للشأن الاقتصادي والتجاري في بلادنا يعرف مؤخرا في الأشهر القليلة الماضية من قبل السلطات العليا هناك تنظيم لعملية دخول وخروج السلع من وإلى الجزائر حسب الاحتياج الوطني وحسب الأولوية وحسب أيضا وجود هذه المواد منها المنتج محليا دائما لتدعيم الإنتاج المحلي. هناك الآن في اجتماع مجلس الوزراء أمس ذكر إعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها لاحقا بمرسوم تنفيذي. طبعا احنا نرجع للقوائم، القوائم اللي كانت ضبطتها وزارة التجارة طبعا مع السلطات الرسمية مع رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. كنا نتعامل في قوائم اللي ربما كانت دائما تعرف بعض التذبذب او بعض التغير. الان صار حتمي علينا اننا في اطار الحد من فاتورة الاستيراد، في إطار التقليص من فاتورة الاستيراد، راح نقلص في القوائم هذه، راح ننقص المواد اللي عدنا إمكانية إنتاجها محليا. أيضا هذه رافقها عملية منع تصدير المنتوج الجزائري اللي يدخل فيه عملية التركيب، يعني اللي يدخل فيه مواد مستوردة مدعومة. إذا كل إنتاج فيه الدعم ربما راح يمنع من هذه القوائم أو يعني يحذف من هذه القوائم، بالإضافة إلى كل منتوج ينتج في الجزائر. تكلمنا مؤخرا عن المعدات الكهربائية، قلنا أنه رانا تقريبا وصلنا للاكتفاء يعني في الإنتاج حاجيتنا، إذا راح نوقفها ولو جزئيا، نوقفوا هذه المعدات. هذا على سبيل المثال، على سبيل الحصر. إذا راح نقصوا بعض المواد من هذه القوائم، يعني ضبطها أو تحيين هذه القوائم حسب احتياجاتنا وحسب منتوج المحلي وحسب السوق المحلية، يعني وش الأمور اللي ما زال عندها قابلية أنها تستوردها والأمور اللي خلاص انتهى رانا بصدد إنتاجها هنا أو في مرحلة تحضيرية لإنتاجها. يعني حتى لو كانت في نية مستثمرين قدموا مشاريع اللي قبلتها، المشاريع اللي قبلت
في هذا الصدد يجب أن نحذفها من هذه القواعد. والأكيد أنه أيضا تنظيم العمل بمرسوم تنفيذي الذي كلفت الحكومة به بعد اجتماعها بعد ضبط أيضا المواد هذه الممنوعة من الاستيراد سينظم العملية أكثر ويكون الأمر واضح بعد نشر هذا المرسوم التنفيذي. نؤكد أيضا أن التأكيد على ضبط هذه القائمة وقائمة المواد والسلع الممنوعة من الاستيراد دائما الهدف هو الحفاظ على الإنتاج الوطني من جهة وتشجيعه من جهة أخرى. طبعا هذا راح يكون عندك سند قانوني. هذا المرسوم التنفيذي هو عبارة عن سند قانوني لأنه نص قانون. سند قانوني يحمي المنتجين أو المستثمرين المحليين، يحمي منتوجهم بصفة رسمية بصفة مقننة بحيث أنه يمنع المواد اللي راح تخرج في القوائم يمنعها من دخول التراب الوطني. هذا دائما في حماية المنتوج الوطني وحماية المؤسسات الصغيرة المتوسطة في سوقهم، اللي أنتم تعرفوا أنه قلنا أنه الإدارة المقصود بها يعني المؤسسات المالية راح ترافق المستثمرين لدخلوا في ما يصطلح عليه بستارت اب والمؤسسات الصغيره والمؤسسات الناشئه، راح تحميهم بحمايتهم في السوق، يعني راح توفر لهم هذيك الحمايه في السوق. باش تحميهم في السوق انك تمنع المنتوج المشابه او المنتوج في نفس الرقم انه يدخل السوق الوطنيه، بالتالي يكون الاستهلاك محلي ويكون التسويق عادي، يعني على حسب انتاجك حسب ماركة راح تسوق. ولما نتكلم على المنتجات المحليه قول دكتور وانت الاعلم في كثير من المجالات المنتوج الوطني أبان علو كعبه على كثير من المنتجات المستوردة، وأيضا المطابقة لشروط المحافظة على شروط البيئة من جهة وسلامة وصحة المستهلكين من جهة أخرى. طبعا لأنه المنتج أو المصنع أو المستثمر الجزائري أنتم تعرفوا أنه الاختلاف الآن الاختلاف مش كبير، لأنه هناك يعني رانا داخلين في واحد المجال سموه العولمة، هناك يعني كفاءات عالية جدا خاصة في المجال التقني الجزائريين اللي الآن راهم يوظفوا الخبرة تاعهم عند المستثمرين وعند المصنعين. إذا قضية أنه عالمي أو يعني يقدر ينافس المنتوج الجزائري معروف. لماذا؟ لأنه أولا المادة، إذا كنت تكلمنا على المنتوج الجزائري المادة الأولية الجزائرية طبعا مش ممكن أنه الإنسان يغش نفسه، يعني إذا كنت تستعمل المادة الأولية الجزائرية راح يخرج عندك منتوج صافي حسب ضوابط يعني بلي نورم اللي من المفروض أنها تنافس. وهذا هو لازم الهدف نتاعك أو الغاية نتاعك تكون أنك تخلق منتوج أو تصنع منتوج اللي ممكن يحقق التنافسية أو ممكن أنه ينتزع مكانه في الأسواق العالمية أو الأسواق الدولية أو الأسواق على الأقل الأسواق الجوارية يعني في محيطنا أو إقليمنا الجهوي. إذن الآن عدنا من الكفاءات ما يمكن أنها تخلي المنتوج نتاعنا على حسب التجارب اللي شناهم المنتوج تاعنا أنه ينافس منتوج عالمي اللي كان يعني كنا نعاني من قضية الفواتير المضخمة بالوسائط أيضا وبالغش، يعني سواء في الموردين أو المستوردين كانت عملية يعني منهكة الاقتصاد الوطني فيها وعملية فيها شبهات كثيرة. الآن إذا كان المنتوج محلي بنفس المواصفات راح تتفادى كامل هذه الوسائط، تتفادى التعامل مع مؤسسات مالية أجنبية، حتى المراقبة تسهل سواء في العملية التجارية وفي عملية التصنيع أو في عملية البيع طبعا، وفي السوق الوطني خلص فاتورة النقل، فاتورة يعني حجز المواقع، فاتورة كل هذا يدخل في إطار تحجيم أو تقليل من كلفة الإنتاج، ويكون الإنتاج بجودة عالية. ربما راح نسجل واحدة القفزة في يعني في الحفاظ على ثروة يعني على مورد الخزينة العمومية، وأيضا في إعطاء دفع للمنتوج الجزائري. وأنت تتكلم دكتور أنا بذهني وربما في ذهن كثير من المواطنين ربما بعض الأمثلة اللي كنا نعرفوها في السنوات الماضية عن بعض المواد وبعض السلع المغشوشة اللي ما خلقتش فقط ربما تذبذب في الحالة الاقتصادية وإنما حتى خطر على صحة المواطن. لخضينا أنموذج المدافئ الغازية واللي كانت تستعمل الغاز اللي كانت غير مطابقة في بعض أنواعها، حتى يعني ما نظلمش، اللي خلفت أيضا مآسي بالنسبة للأفراد في بعض الحوادث المنزلية الخاصة باختناق غازي أحادي الكربون. الحديث أيضا هناك مثل صيني معروف يعني يقول أن الأزمة تساوي خطر زائد فرصة،
ومنه في اجتماع مجلس الوزراء أمس كان الحديث على ضرورة اختنام تقلبات السوق الدولية وغلاء أسعار المواد الأولية بالتوجه إلى استغلال وفرة هذه المواد محليا في تطوير الاقتصاد الوطني. طبعا قلنا باش نضيفوا على المثل الصيني نقولوا الحكمة أنها تقول الأزمة تلد الهمة والحجم والاختراع. احنا تكلمنا على من سنة 2019 حتى 2022 تكلمنا على الأزمة الاقتصادية العالمية، أزمة الغلق، أزمة الكوفيد. قلنا أن هذا الغلق حتم علينا أننا نستهلك المحلي، وهذا اللي خلى بعض القطاعات اللي كانت قطاعات نائمة أو مغيبة تظهر تخرج في مرحلة الأزمة أزمة الكوفيد. الآن تعرفوا النشاط الكبير اللي تعرفوا الصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، أيضا الصناعات الكيميائية، الصناعات التحويلية، الصناعات الغذائية، يعني هناك نشاط كبير في المؤسسات هذه، وهناك تضاعف في النسيج هذه المؤسسات، يعني خلقت مؤسسات كبيرة في هذا المجال. هناك مستثمرين شباب اللي الآن صار هذا النشاط يستهويهم أو يستقطب اهتمامهم، وهذا اللي يخلي أنه شوف عملية الغلق أعطتنا درس كبير أنه الاستهلاك المحلي لما تعود الاستهلاك المحلي أزمة كما هذه ما تأثرش فينا، يعني أزمة البواخر والرافد هذاك الأجنبي وكذا ما أثرش فينا. إحنا لحد الآن شوف مدام كل العالم تأثر بأزمة الغذاء، يعني أزمة الحبوب، إلا الجزائر، لأنه احتياطنا إحنا راه معروف حتى لشهر أوت، وأيضا عندنا موسم الحصاد، عندنا اكتفاء ذاتي في منتوجات يعني واسعة الاستهلاك. إذن هذا يخلي أنه الناس راح تفهم اللي عندنا الإمكانية أننا في مواد كثيرة لواسعة الاستهلاك يمكن أن نستغني عن الاستيراد، يمكن أن نعتمد على المنتوج المحلي، يعني الإنتاج المحلي ويعني السوق المحلية اللي غطتها فعلا هاي الأزمة. تبين الإنسان ما راحش ينظر، وإنما يعني بالتجربة ما عندناش أزمة سمين الآن، ما كانش أزمة قمح في الجزائر كما راه صار في الشرق الأوسط كامل، كما راه صار يعني معظم دول العالم. الحمد لله نحن أيضا على أعتاب موسم الحصاد طبعا، والحمد لله هذا الموسم سنة جاء يعني موسم وفير وبأمطار وكذا. ربما من هذا العام لو كان نوضع قاعدة إنتاج وقاعدة استثمار في هذا المجال، قاعدة صحيحة على حسب المناطق اللي راهي بينت أنها ممكن أنها تساهم في رفع المنتوج المحلي. مثلا مدينة دائما مثال بسكرة والواد اللي أثبتت أنها رغم أنها طابعها صحراوي إلا أنه بإدخال تكنولوجيا الري الاصطناعي والبيوت البلاستيكية وكذا أعطت قفزة نوعية كبيرة ونتائج مبهرة. يعني منا نبني قاعدة استثمار محلية خاصة في كل ما يتعلق بالمواد الغذائية. حتى نختم هذا المحور وحديثنا على الأنشطة التجارية وتنظيمها، هناك أيضا الحث على استحداث بنك للمعلومات يتيح توفير الإحصائيات الدقيقة لمختلف المواد المنتجة محليا، تسمح أيضا بمعرفة احتياجاتنا الحقيقية، وهذا مهم جدا في عملية التنظيم سواء السوق المحلية واستهلاكنا أو عندما نريد التوجه إلى الخارج والتصدير. طبعا هنا نعود نولي الطلب تاع السيد الجمهوري أنه يجب أن توضع أجهزة تقوم بإحصائيات حقيقية، يعني كاستشراف أولا كموجودات وأيضا كاستشراف بشي اللي عندنا وين نقدر نوصله. هذا هو المطلوب، أننا لازم نعرف طبيعة المواد وسعة الاستهلاك اللي عندنا فيها الإمكانية الإنتاج والتصنيع والتحويل، المواد اللي عرفت استهلاك كبير وإقبال كبير من المستهلك الجزائري. إذن لما نركز دائما نقول لما نركز على اقتصادات ساحبة، والاقتصادات الساحبة هي المواد اللي ممكن أن نصنعها بأقل تكلفة لأكبر شريحة مستهلكة، يعني استهلاك واسع، وأيضا نضمن أنه ما يكونش فيها رافد خارجي وما تطلبش تكنولوجيا كبيرة. الفلاحة التكنولوجيا تاعها بدائية الآن، قضية الري أو قضية التحويل في الصناعة في الصناعات الفلاحية صار الأمر يعني متعود عليه، معروف، عندنا ممارسة، عندنا تجربة، يمكن أننا نستثمر في هذا الجانب. الملف التالي في اجتماع مجلس الوزراء الذي نفتحه الدكتور سعد سلامي هو حديث عن الولايات الجديدة في تقطيعها الإداري وغيرها. نذهب إلى الحركية التنموية المتسارعة التي تعرفها الولاية، ولاية توغورت، منذ ترقيتها إلى ولاية كاملة الصلاحيات بفضل رفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية بشقها الفلاحي الصناعي وتقريب المصالح الإدارية من المواطن. يقول الزميل عيسى تومي:
منذ ترقيتها إلى ولاية بصلاحية كاملة تشهد توغورت حركة تنموية في مختلف القطاعات وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية والتي ارتفع عددها بفضل إجراءات رفع العراقيل أمام المستثمرين، ما يسمح بخلق العديد من مناصب العمل وإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد المحلي والوطني. رفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية هو نقطة إيجابية وكبيرة جدا رايحة تخدم المنطقة، لأنه آن الأوان لنتخلص من تبعية القطاع المحروقات والعمل في قطاع المحروقات. يجب فتح بقية القطاعات، يعني عدنا قطاع الفلاحة، عدنا قطاع الصناعة. تم منح 11 رخصة استغلال استثنائية لمشاريع ذات طابع صناعي، مما استحدثت حوالي ما يفوق 800 منصب عمل. وفي إطار توسيع المساحات الزراعية بولاية توغور، تم التسريع في منح رخص حفر آبار السقي بفضل آلية الشباك الموحد. استفادت الولاية منذ جانفي 2021 تم دراسة أكثر من 244 ملف، وتم منح 199 رخصة للآبار الفلاحية طبعا عبر الشباك الوحيد بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية للولاية. تدابير صاحبتها إجراءات أخرى لتقريب الإدارة من المواطن وإنجاز حي خاص بالمديرية الولائية. نحت التكبد عناء السفر إلى ولاية ورقلة، نتمنى أنه تلتحق جميع المديريات، نتمنى أنه بعد الروح في مشاريع بولاية توغورت، كون أنها منطقة استراتيجية تشهد حركية واسعة في المجال الاقتصادي والتجاري. تم تسجيل عملية تأهيل وتهيئة المقرات التي تحتضن المصالح الخارجية التابعة للولاية بمبلغ يقدر 360 مليون دينار جزائري، التي تضم 26 حصة، والأشغال بها جميعا راهي منتهية ومستغلة من طرف المصالح المستغلة. وتراهن توغورت على هذه الاستثمارات الواعدة في المجال الصناعي والفلاحي لتعزيز الإمكانيات الاقتصادية للولاية وتجسيد مختلف العمليات التنموية المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطن. الأستاذ سعد سلامي، حديثنا ربما ونموذجنا من ولاية توغورت يفتحنا أيضا باب الحديث لتفصيل عن المحاور والنقاط التي جاءت في اجتماع مجلس الوزراء أمس بالحديث عن الولايات الجديدة. الشيء اللي استوقفنا واستوقفك ربما في ريبورتاج منذ قليل، الكلام عن ما يسمى بالشباك الموحد في الاستثمار. طبعا قبل هذا، قبل ما نوصل للشباك الموحد، هذه العمليه بصفه عامه فيها عده عوامل ايجابيه. اولا تثبيت السكينه، سنفصل طبعا دكتور في كثير من النقاط. طبعا اذا الغايه منها غايه كبيره وطنيه، تثبيت السكينه من جهه، خلق فرص الشغل، خلق فرص الاستثمار، تنويع الاستثمار خارج المحروقات، لانه انتم تعرفوا كلها الولايات، تقريبا كل الولايات هي ولايات جنوبيه فعلا. وكانت كلها عندها نفس الاشكال، هي قضيه التوظيف وقضيه العمل والتشغيل وكذا. لماذا؟ لانه خارج مجال المحروقات ما كانش كاين هناك مجال لتوظيف الطاقات لتخرج الجامعات. بدات الاداره بخلق مراكز التكوين والجامعات هذا منذ سنوات. الان الاطارات، هذا الفائض من الاطارات تاع الجنوب، لازم تخلق له مجال او بيئه لوين يوظف الخبره تاعو. اذا خارج مجال المحروقات، الان نتكلم على قضيه الاستثمار الفلاحي، تربيه المواشي، صناعه الاعلاف، صناعه التحويليه في الغذائيه، يعني حسب الطبيعه تاع الولايه وحسب ايضا المتوافر من المواد الاوليه ومن اليد العامله ومن الكفاءات. وهذا اللي هم يتكلموا عليه الان. نتكلم على تقريبا 800 منصب شغل في مؤسسه واحده، وهذا هو الغايه. لما يتكلم وسيط الجمهورية على رفع العراقيل على المؤسسات اللي كانت معطلة أو كانت مجمدة، هاي الإجابة أنه الآن يتكلم لك مدير التشغيل على هذا النسبة أو هذا العدد أو هذا الرقم، اللي هو أرقام يعني مشجعة جدا، تقضي على البطالة وأيضا تخلي الكفاءات وأبناء المنطقة يبقوا في ولايتهم. وهكذا نحاول أن ننظم ونرتب الغطاء السكاني في هذه الولايات اللي كان كله الهدف الغاية تاعه أنه النزوح نحو الشمال، البحث عن فرص العمل، البحث ربما عن التوطين هنا في الولايات الشمالية. الآن لما تجي فرص دراسة وفرص العمل، إذن هذا هو المطلوب تاعه، وهك تشوف النتيجة فعلا. وكلامك هذا ربما يزكيه الواقع الموجود، لأنه كل الولايات كما قلت التي رقيت إلى ولايات كاملة هي ولايات جنوبية، وليعرف جنوبنا أنه ربما فيما سبق المنيع يعني وبعدها عن غردايا 100 كيلومترات، يخلي ربما ما نقولش المستثمرين، حتى المواطن ربما باش يتوجه إلى مصالح إدارية لقضاء ربما يعني بعض الحاجات المتعلقة بعض الأوراق الإدارية يعجز طبعا بمصطلح الكلام، فما بالك على المستثمرين وفتح أنشطة تجارية وصناعية
وغير ذلك اللي ربما تطلب منهم الذهاب والمجيء عشرات ومئات الكيلومترات. طبعا شفت تركيز الادارات بصفه عامه اللي عندها يد في الاستثمار اللي في شكل الشبك الموحد. هذا وش يخلي هذاك المستثمر او هذا المصنع او حتى الفلاح يتوجه لشخص واحد توجه الى اداره واحده تكون وهي عنده مادام موجوده الان عنده موجوده محليا. علاش النموذج في ورقه يعني كيفاش يعني هذيك الراحه النفسيه اللي اعطاهم والتشجيع واعطاهم ايضا اغراء انهم يستثمروا في المنطقه اولا وفي الموجود عندهم يعني نشنا في الحقول حقول تاع النخيل المنيعه هذا العام راه فيها اكبر مشروع استثمار في الحبوب. كنا تطرقنا له تقريبا منذ استراتيجيه فعلا طبعا يعني بطريقه غير متوقعه اصلا يعني مشجعه جدا اننا نروح الى الاكتفاء وربما حتى ربما لما لا يكون شيء جميل جدا اننا نصير وجهه لتصدير الحبوب يعني القمح يا سيدي بانواعه بصفته خاصه وبانواعه ثلاثه. احنا عندنا اكتفاء بالقمح الصلب والشعير. لو كان نحط مجهود اكبر للاستثمار في القمح اللين اولا الاستهلاك المحلي لانه يعرف استهلاك كبير وايضا ممكن اننا نكون وراكم شفتوا الازمه العالميه فعلا. الحبوب يعني بات يعرف هذه التفاصيل وبات ايضا طبعاً يراهن ايضا معنا ومع السلطات العليا جميعا ربما الى هذا المسعى لان نكون فعلا ناكل مما ننتج. ورهان كبير للاقتصاد الوطني كرافد للخزينه العموميه خارج مجال المحروقات او ريع المحروقات. اذا كان حاولنا نوسع النسيج الاقتصادي هو المجال وهو البيئه او النطاق اللي ممكن ان ندير فيه هذه النشاطات اللي رغم انها مناطق يعني صحراويه معروفه بانتاج الطاقه بين نفط وغاز الا انه اكثر بالموازات تشوف يعني وهذا ثاني يدل على شيء انه المياهنا الجوفيه احتياطنا كبير جدا يمكن ان نستغلوه في هذه النشاطات. ولله الحمد الامطار الماضيه ثاني طبعاً عادت طبعاً الارقام والنسب الى نصابها المعتدله والحمد لله النتيجه تشوف فيها يعني استثمارات هائله بنتيجه رائعه جدا ما علينا الا اننا نشد عليها ونثمنها ويجب أن نكون مجهود دراسات مستقبلية في الاقتصاد في هذا النواحي اللي عندنا فيها الإمكانية عندنا فيها الطاقات عندنا فيها الكفاءات عندنا فيها القدرة أننا نحققها بأقل تكلفة لأنه الأرض العقار تعرفوا أنه ما هوش عقار فلاحي إلا أنه تحول العقار فلاحي معناته هناك وفرة للعقار في هذه المناطق مناطق شاسعة غير مأهولة مناطق يعني فرصة رائعة للاستثمار. ونظن أنه هذا النتائج اللي راه توصل ليها المستثمرين الجزائريين ربما راح تسيل لعاب للمستثمرين الاجانب في حال ما اذا خططنا مليح لعمليه مستقبليه في هذه المناطق ان شاء الله. لن نختلف دكتور او استاذ ان قلنا ان الحديث عن الارضيه الاقتصاديه هو حديث قبل ذلك عن ارضيه اداريه تتيح تجسيد كل البرامج اللي سطرتها الدولة. هذه الولايات الفتية ما دام تحولت إلى ولايات كاملة الآن أكيد أنه عملية بعث المؤسسات الإدارية فيها لازم يأخذ وقت ويأخذ ربما أيضا بعده باستشراف وبتنظيم لأنه العمليات تخص عديد المديريات عديد المناصب عديد الكفاءات عديد مناصب الشغل بالنسبة للشباب. هناك حديث عن مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة. شوف أنا كاين كلمة مصطلح عجبني بزاف وقضية مسقط الرأس. قال يعتمد على مبدأ مسقط الرأس هنا في تعيين الكفاءات الإطار. شوف العام نعود نرجع في الذاكرة ليس بالبعيد يعني منذ تقريبا 4 سنوات أزمة في الموظفين المحولين إلى الولايات هذه الكاملة. طبعا شوف لما كنا نتكلموا على قضية حسن الرمل من الاستقرار الاجتماعي طبعا الأزمة اللي صارت في حسن الرمل يعني على تاع التوظيف تاع في محطات الغاز ومحطات ويعني وأبار البترول وكذا في الأغواط في غردايه في كذا. هذا المصطلح جاء إجابة لهذه الأمور وأيضا حل لهذه الأزمة. أنت إذا كان الآن اعتمدنا في قضية الكفاءات البشرية أبناء المنطقة على توجيهها بطريقة عادلة هنا راح تدخل العدالة الاجتماعية والعدالة في منح الفرص والعدالة في فرص العمل فرص التوظيف فرص الاستثمار. إذا هذه الأولويات هي اللي راح تخلي الثقة وراح تخلق هذيك البيئة اللي أنا دائما نتكلم عليها هي البيئة الجاذبة أو البيئة المطمنة لتخلي المستثمر الجزائري المقيم هنا المقيم في الجزائر المستثمر بدا
الدرجة الأولى، والمستثمر الجزائري أيضا المقيم بالخارج اللي عنده ربما قيمة مضافة في جانب التكنولوجيا وجانب الميكنة يجي ثاني مطمئن. شوف، هو توظف مصطلح لغوي واحد في أمر رئاسي أو في قانون، عنده مدلوله، عنده مدلوله، مدلول كبير أيضا. إذا هنا راك استقطبت فئة كبيرة جدا اللي هي المستثمرين ورجال الأعمال الجزائريين ورؤوس الأموال الجزائرية من ناحية، وحتى أنك يعني بهذا ممكن راح تعطي سرعة إضافية اللي تخلي الاستثمار الأجنبي يجي مطمئن ويعتبرها بيئة مطمئنة للجزائر. حتى نفصل دكتور أنه هذه العملية وعملية إعادة توجيه الإدارات الجديدة لهذه الولايات يتم بتوجيه الموارد البشرية من الولايات الأم إليها وفق الكفاءات الموجودة فيها، ويأخذ أيضا يؤخذ في عين الاعتبار في هذه المناصب الكثافة السكانية لهذه الولايات. هذا شيء أول. الشيء الثاني اللي ذكرته أنت وهو إعطاء الأولوية في المناصب، مناصب الشغل المستحدثة في الولاية إلى مراعاة مسقط الرأس أكيد في الموظفين أولا المحولين إلى هذه الولايات أو عند إمكانية فتح التوظيف عند الحاجة في هذه الإدارات. طبعا شوف، هي لما كانت الدراسة تاع تقسيم هذه الولايات الجديدة في يعني منح صفة ولاية كاملة الصلاحية في هذه المناطق، ربما الدراسة ما كانش دراسة اعتباطية، يعني قامت الدراسة على أسس اللي تخلي المنطقة ترقى إلى مصاف الولايات. وهذا وش معناته؟ معناته على الأقل هناك مؤشرات لمؤشرات مطمنة لخلق الثروة في المنطقة، يعني هناك مقومات الولاية هذه، سواء مقومات البشرية أو مقومات يعني مواد أولية في المنطقة، ربما باش نحطوا مناطق صناعية، مناطق صناعة كبرى أو مناطق فلاحية كبرى. المهم أن هناك مؤشرات تخلي هذه الولايات أو هذه المنطقة ترقى أو هذه الدوائر ترقى إلى مصاف الولايات. أنا الشيء واحد اللي مخوفني هو قضية الالتزام الإدارة المحلية بالقرارات اللي راح تحط فيها الإدارة على المستوى المركزي. هل ممكن للولات أن يلتزموا بعملية خلق الثروة مثل ما كان توجيهات سيد الرئيس، لأنه منح صلاحية ومنح اطلاق اليد البيضاء للولات أنه كل والي مسؤول في ولايته وهو رئيس حكومة في ولايته في مجال خلق الثورة وفي مجال التنمية الاقتصادية وخلق يعني التنمية المستدامة في الولايات. هل هناك يعني التزام، يعني هل هناك كفاءات اللي تقدر تجسد مشروع الحكومة الآن على المستوى المحلي لخلق الثروة لاستقطاب اليد العاملة لتطمين الساكنة لرفع يعني مستوى الإنتاج ومستوى الحركية في الاقتصاد؟ هذا سؤال يبقى كبير. لماذا؟ لأنه بعض السلوكات لحد الآن ما زالت يعني رايحة بسرعات بطيئة جدا في التأقلم مع التعليمات ومع التعليمات المركزية ومشروع أيضا الحكومة في بعث الإنعاش الاقتصادي. ربما هذا تخوف صغير، لكن نظن أنه في هذا الباب فقط في السؤال. قضية المراقبة موجودة أستاذ. لا، مش قضية ما نروحوش للمراقبة وكذا. إذا قضية التأقلم يعني السير بنفس السرعة مثل ما هو الأمر لها يعني مرتب له في المركزية. ربما الولايات لازم تكون عندهم التعليمات في هذا الإطار أنه يجب الإسراع في عملية بعث الاستثمار المحلي سواء في كل المجالات لحسب طبيعة الولاية، إذا كان فلاحي فلاحي، إذا كان سياحي سياحي، إذا كان صناعي صناعي. إذا لازم نشوف بسرعات متفاوتة باش نحقق هذاك النسيج الاقتصادي اللي هو من خلاله نحقق هذيك القفزة ونحقق الإنعاش الاقتصادي في الأجل المحددة طبعا المتوسطة والبعيدة. كي تكلمت على هذه النقطة ربما الأمر اللي يضفي كثير من الاطمئنان، كثير من الأمان على عمل كل السلطات المحلية على مستوى الولاية بما فيها الوالي والسلطات التقديرية الإدارية، حتى أنه رفع التجريم عن الأخطاء الإدارية طبعاً. محافز آخر اللي يخلي ربما علي عمل هذا المسؤولين يكون بأكثر أريحية. طبعاً من خلال هذا القرار أو هذا الإجراء سيد رئيس الجمهورية أطلق يد الولات أو أعطاهم هامش أكبر للمناورة، هامش أكبر للتحرك. انتم تعرفوا انه كل عمل فيه خطأ. طبعا انتم تعرفوا انه في الاستثمار وفي يعني بين قوسين الصفقات العموميه كان الوالي مكبل جدا بقانون الصفقات العموميه اللي كان جاف وجاف جدا، اللي كان
كل عملية لازم تفوت على الإجراءات المعمول بها في الصفقات العمومية اللي تأخذ وقت كبير، وربما يعني منح الصفقة راح يأخذ أيضا وقت كبير لأنه تعرفوا العملية يعني تأخذ وقت التحضير وفي في الدراسة وفي التحضير وفي وضع يعني الملفات وأيضا في فتح الملفات فتح الأظرفة ثم رتربيسين يعني بعد يعني منح باش يبدأ هذاك المستثمر أو هذاك شركة الإنجاز باش تبدأ في العمل. إذا الآن تمدت حرية أكبر للولاة في أخذ القرار، وأيضا خاصة فيما يتعلق بمجال خلق الثروة ومجال بعث الاستثمار ومجال رفع أيضا العراقيل على المؤسسات اللي كانت متوقفة لسبب أو لآخر. إذا هذه العملية كانت تحتاج لهامش من الحرية منحوا لهم سيد رئيس الجمهورية في اجتماعه مع الولاة. محور آخر مهم في اجتماع مجلس الوزراء أمس الحديث عن مشروع استراتيجي جدا، منجم الحديد لغار جبيلات اللي نعرفوه ربما كلنا منذ عقود سواء في مقرراتنا الدراسية لما كنا نقرأ يعني على الاقتصاد الجزائري، ولكن ضرورة بعثه بشكله الحقيقي جاء الآن وبشكل قوته في الاقتصاد الوطني. إذن نهضة تنموية مرتقبة وحركية اقتصادية واعية تلك التي سترافق منجم غار أجبيلات للحديد بتندوف، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمنجم بحوالي 12 مليون طن سنويا، فيما قدر مخزون المنجم بثلاثة مليارات ونصف المليار طن من الحديد. مشروع من شأنه توفير أزيد من 300 منصب شغل لشباب المنطقة. عمار طواقين. الحركية الاقتصادية وتماشيا مع دخول منجم غار جبيلات مرحلة الاستغلال طبقا لقرار رئيس الجمهورية الأخير، نهضة تنموية كبرى منتظرة من عملاق الحديد بتندوف بإجمالي مخزون قدر ب 3.5 مليار طن من الحديد. انطلاقة المشروع غار جبيلات بما يجعل البلد تكتسب فائض في التجارة الخارجية أكثر من الشيء اللي كان فيه، يعني الهدف نتاع البلاد هذا الوقت هو تحقيق منفعة في ميزان المدفوعات تحديدا الميزان التجاري بما يضمن دفع الصادرات خارج المحروقات. استثمار ضخم جدا حسب الخبراء، يعني يمكن أنه يحقق مداخيل تصل إلى 16 مليار دولار بالنسبة للجزائر، وبالتالي راح يكون بالتوازي مع أسعار أو نقوله مداخل النفط، بالتالي راح يكون بديل استراتيجي للجزائر. الاحتياطي الأولي هو في حدود 3.5 مليار طن، وراح ممكن يعطي مناصب شغل للمنطقة تقدر بين 3000 إلى 5000 منصب شغل. قرار شجاع في الاستغلال تاع منجم غار جبيلات اللي طال انتظاره الحقيقة هذا المشروع، مما يعود إن شاء الله آفاق كبيرة اقتصادية، القضاء على البيطالة، توفير يعني أكبر عدد من مناصب الشغل في الولاية، وإن شاء الله هذه البادرة تكون خير على بلادنا إن شاء الله. مشروع استغلال منجم غار جبيلات يحمل آفاقا اقتصادية وتنموية واعدة من شأنها توفير عديد المناصب في سوق الشغل، الأمر الذي ثمنه شباب المنطقة. نثمن جهود رئيس الجمهورية اللي افتحنا غار جبيلات واصبح حقيقة من بعد حلم. هذا المشروع نحن كنا ننتظره منذ سنوات قديمة، يجيب مشاريع كبرى للبلاد وتستغل الشباب، توظيف الشباب، تكون هناك ديناميكية حركية صراحة للاقتصاد. نستبشر بهذا المنجم بالنسبة لولاية تندوف لأنه سيساهم في القضاء على أو نقص عدد البطالين على مستوى ولاية تندوف ويفتح سوق الشغل، بذلك توظيف 3000 منصب، هذا عدد كبير جدا بالنسبة للولاية. هذا المنجم كذلك راح يربط تندوف بالسكة الحديدية، وهذا المنجم دائما نرى أنه يعطي آفاق كبير لولاية تندوف وراح يفتح الباب التنمية على مصراعيه لولاية تندوف. نشكر كذلك السلطات العليا التي هذا المشروع الذي كان حلم بالنسبة لساكنة ولاية تندوف ورانا نشوفوه حقيقة وراه بدا يتجسد على الأمر الواقع. ليعد عملاق الحديد منجم غار جبيلات الانطلاقة الواعدة لاقتصاد البلاد كبديل عن المحروقات. أستاذ سعد سلامي، في آخر الروبورتاج يعني الكلام عن منجم الحديد لغار جبيلات كان حلم بالنسبة لولاية تندوف، بل كان حلم ربما للاقتصاد الجزائري ككل بالنظر إلى الأبعاد الاستراتيجية لهذا المشروع، إلى قدرات التخزين الموجودة فيه، وأمال أيضا العائدات على الاقتصاد الوطني من جهة أو عائدات التصدير
مادة الحديد اللي ربما قدرها المتدخلون ب 16 مليار دولار سنويا. شوف لما نجي القضية تاع منجم غير جبيلات كما جاء في التقرير تاعك قبل ما نشوف التقرير هذا قلت انه كبرنا ونعرفوا هذه قضية منجم غير جبيلات. شوف صناعة التعدين في الجزائر هي تقريب كانت رافد كبير للخزينة العمومية في بداية سنوات الاستقلال، يعني الجزائر الفتية كانت تعتمد على الصناعات الكبرى منها صناعة الصناعة المنجمية غير جبيلات، وكانوا كان مربوط بالحجار وكذا بالمناطق يعني الاستراتيجية اللي كانت فيها عملية التحويل. شوف لما تكون عندك المادة الأولية وعندك وين تحولها هنا تصير انت صح فعلا قوة اقتصادية. لما ما يتحكمش فيك الطرف الأجنبي يعني في استخراج وفي تحويل المادة إذا أنت مستقل، عندك هذه صفة الاستقلالية اقتصاديا. كنا تكلمنا منذ مدة ليست بالبعيدة عن مناجم الفوسفات، تكلمنا منذ تقريب أسبوع أو أسبوعين على مناجم الزنك والرصاص في بجاية في أميغور، الآن نتكلم على غير جبيلات. معناته أنه هناك طاقات هائلة في الجزائر في مجال التعدين. هذا الاقتصاد، لأنه يعني هناك في الاقتصاد العالمي نقول اقتصاد نفط، نقول اقتصاد غاز، نقول اقتصاد ذهب، نقول اقتصاد تعدين، نقول اقتصاد فلاحي، نقول اقتصاد سياحي أو اقتصاد خدمات. احنا عندنا تقريب كامل انواع الاقتصاد، فلاحه، سياحه، نفط، عندنا تعدين، عندنا يعني حتى اقتصاد الخدمات يمكن لو كان نطوروه او نحط بعض المجهود في مجال السياحه ومجال السياحه الثقافيه. لما نعاود نولي لغار جبيلات كان عندنا اشكال كبير ان نشاطات التعدين كانت مغيبه لسبب او لاخر، لسياسه او لاخرى كانت مغيبه، ما كانتش تساهم كإيرادات للخزينة العمومية. الآن نتكلم على 16 مليار دولار سنويا في الحديد فقط، هذا ناهيك عن باقي المعادن وباقي ومناحي يعني هذا النشاط هذا الكرينو. 16 مليار في الحديد، الحديد وهذا 16 مليار كانت معطلة حاجة تقنية جدا، كان متعلقة بجانب تكنولوجي، هي عملية فصل الحديد عن الشوائب، وأهم شائب اللي هو الكبريت اللي فصله العملية اللي فصله كانت يعني تتطلب تكنولوجيا عالية للمستثمر الأجنبي ما يعطيها لكش أو ما يعاونكش بها ما يساعدكش بها. لكن لما نعود نتذكر منذ 15 يوم أو شهر تقريبا نتذكر أنه رئيس الجمهورية نصب المجلس العلمي، المجلس العلمي الأعلى التكنولوجي اللي يقيم عليه سي حبة والبروفيسور تومي وكذا، هذا المجلس ربما إذا كان وضع لجان وضع تخصصات وضع كما احنا نقوله ورشات، ربما راح تكون ورشات في هذا المجال في مجال التعدين كمديرية أو كأنديباختوم اللي مهتم بهذه الأمور، البحث والتطوير في مجال فصل المعادن أو تركيب المعادن أو خلط المعادن. هنا إذا كانت عندك المادة الأولية عن المنجم عندك ومركبات التحويل عندك والتكنولوجيا عندك والغلاف المالي اللي ممكن أنك تدفع عملية اقتصادية مثلية عندك، وإحنا الحمد لله رانا في أريحية، راح تحقق هذاك الاستغلال الاقتصادي، تحقق قيمة مضافة وتحقق الإقلاع الاقتصادي أو تقدر تنجح عملية الإنتاج الاقتصادي خارج مجال المحروقات. وهذا نعود لك أنت الكلمة اللي قلتها أنه توسيع القاعدة الاقتصادية أو ما يصطلح عليه بالنسيج الاقتصادي خارج مجال المحروقات، هو عندنا التعدين، عندنا الفلاحة، عندنا يعني في الكيميائيات، عندنا في هذه الأمور إيه ممكن أننا نحقق يعني قفزة نوعية في اقتصادنا ونحقق استقلالية أكبر ونحقق أيضا قفزة في تعديل ميزاننا التجاري، يعني نحاول نقارب صادراتنا لوارداتنا ونعدل الميزان التجاري ونعدل ميزان المدفوعات ونصير صح فعلا الشيء اللي راه ربما الناس مستغربة فيه، نصير صح فعلا قوة إقليمية إن شاء الله. الحديث ربما هذا بالتفصيل يفسر الكلام اللي يتعلق بعملية الإنتاج والتصدير والتقليل الاعتماد على استيراد المواد الأولية. إذن هناك بعض المواد اللي تدخل في عملية الإنتاج، الإنتاج الصناعي بالنسبة للحديد هذا، هكذا حتى نفهم منك. طبعاً طبعاً شوف أي مادة خام، لما اللي يجبدها خام لازم لها مواد إضافية في عملية التحويل تاعها. أنت باش تخدم الفران يعني الحديد الصافي، قلت لك كان هناك بعض المركبات الكيميائية اللي أنك تضيفها في عملية يعني إنتاج الحديد. الحديد الموجه للبناء هذا يعني كمثال فقط. إذا هنا تدخل لك شركات المناولة اللي راح تدخل في عملية التحويل، ممكن أننا في إطار
المؤسسات الصغيرة المتوسطة أنك تخلق مؤسسات لتنشط في هذا المجال. الحديث عن هذا المشروع الاستراتيجي أستاذ، أنه أكيد أنه حديث عن البنى التحتية المرافقة، ولما نتكلم الآن عن السكة الحديدية لله الحمد نتكلم على مشروع واعد لشبكة سكة الحديد لنقل المسافرين ونقل البضائع أيضا في بلادنا. في بالمناسبة كان التأكيد إذن على مساهمة أيضا هذا المشروع من جهة في استحداث مناصب شغل جديدة وخلق حركة اقتصادية بالمنطقة. طبعا تكلمنا عليه سابقا، قلنا أنه مثلا أعطينا مثال في ميناء الحمدانية، قلنا ربطه بالسكك الحديدية. لماذا؟ لأنه راح يعتبر أن ترمينال، يعني ميناء تنتهي فيه العمليات التصنيع، هذا طبعا لغاية التصدير إلى الخارج، إلى خارج الوطن. الآن بمد هذا الخط السكك الحديدية ما بين تنده وبشر هو عبارة عن ربط شريان حياة لهذه المناجم نحو مناطق التصنيع، يعني تحويل المواد الأولية من وإلى المناجم، يعني إلى تندوف، وأيضا ضمان حركة نقل العمال أو المسافرين أو حتى يعني الساكنة من تندوف لتعرف عزلة كبيرة، خاصة أيام الربيع لما يكون الزوابع الرملية، ثم تعرفوا أنه هناك تحرك للرمال تغطي كامل الطريق الوطني، وهذا ربما الشيء اللي راح نتفاداه من خلال استغلال السكة الحديد. الحديث عن هذا المشروع وهذا الخط هو حديث عن الطريق الرابط أو سكة الحديد الرابطة بين ولايتي تندوف وبشار، كان تشديد على ضرورة تسريع الانطلاق في إنجاز هذا الخط، وبناء عليه وافق إذن مجلس الوزراء على الانطلاق في المرحلة الأولى من المشروع نظرا لما يمثله من مصدر هام لمداخل البلاد وأيضا لأهميته الحيوية في تحريك وتيرة التنمية محليا ووطنيا. العودة دائما للحديث عن المشاريع الاستثمارية المجددة وتقرير وسيط الجمهوري الدوري، الآن نحن فيما مجمله 861 مشروعا رفع عنه التجميل من إجمالي 915 مشروعا يرتقى برفع التجميل عنه. طبعا شفنا في التقرير منذ قليل الشاب في منطقة تورك اللي كانت في تقرت اللي تكلم على قضية رفع العراقيل ومساعدة يعني المؤسسة المتعثرة. في هذا السياق احنا نعرف انه الان صارت عادة او ديمومة في مجلس الوزراء انه بعد يعني افتتاح المجلس تقدم تقرير السيد الوزير الاول ثم تقرير وسط الجمهورية، وفي هذا الاطار تكلمنا الان على تقريب احنا وصلنا لنسبة 93% من المؤسسات اللي كانت متعطلة اللي رفع عليها الغبن ورفع عليها يعني ترفعت عليها العراقيل الإدارية. نحن مستمرين في العملية، وهذا اللي خلى نسبة كبيرة في ارتفاع بنسبة كبيرة في عملية خلق مناصب الشغل والتقليص أيضا بنفس القيمة، تقليص في مشكل البطالة. إذن البطالة اللي كانت بطالة بيروقراطية، ما هيش بطالة أنه ما كانش انعدام فرص الشغل أو انعدام فرص العمل. تمشتوا أنه أصحاب مؤسسات كانوا يعانوا من البطالة، في حين أنه هو الآن تشوف حال من منصب شغل خلقه من خلال تحريك مشروعه أو مشروعه الاستثماري. إذن في هذا الصدد احنا تقريبا نوصل الى نسب يعني هائله جدا والمرجوه. طبعا والمرجوه. الحديث دائما ايضا عن الاسراء في تهيئه المناطق الصناعيه وتنظيمها وفق الرؤيه الجديده الممنوحه، كنا تكلمنا في كثير من الفضاءات هنا في الاستوديو الاستاذ سعد سلامي عن اهميه هذا المشاريع. قبل ذلك في كلامنا عن رفع العراقيل على المشاريع الاستثماريه، الامر لا يتوقف عن رفع هذا عراقيل عن هذه المشاريع في حد ذاتها، وإنما هي دروس تستخلص لأن نكون وفق عملية رفع التجميد على المشاريع كلها مستقبلا ورفع وحصر المشاكل والعراقيل التي تسببت في تجميد هذه المشاريع وعرقلتها. طبعا شوف هي من خلال استفادة من دروس. طبعا أهم درس هو توحيد الشبك. هذا أهم درس، لأنك لما تعدد الإدارات اللي تدخل في نفس العملية، عملية الاستثمار، هنا راح تعدد العراقيل وتضاعف مدة انطلاق هذه المشاريع. تنظيم عمليات المناطق الصناعية والمناطق الفلاحية في إطار قانوني أولا، وتوحيدها يعني في شباك موحد
باش تفهم الناس في مؤسسه واحده مؤسسه اداره واحده لي في المنطقه الصناعيه ولا في منطقه نشاط صناعي هذه منطقه نشاط صناعي اولا هي تقريب المستثمر هذا يعني عنده في المنطقه هذيك هذا المكتب المتعدد وهذه تدخل بين قوسين في المرافقه هذه المرافقه هذه التسهيلات انك تخلق له بيئه اولا وبيئه جاذبه يعني باش يدير الاستثمار تاعه تسهل له العراقيل الاداريه دير له اعانات او دعم مالي تضمنه في السوق في التسويق تاع المنتوج تاعه نظن واش المستثمر اللي يطلب اكثر من شيء هذا اذا الاداره حتى تهيئه هذه المناطق استسمحوا كعذر على المقاطعه طبعا تفضل حتى تهيئه المناطق هذه الصناعيه ومنظورها الان يختلف تماما عن ما كان المستثمر يعني فيما سبق ان تمنح له اراضي ربما تسمى بالمناطق الصناعيه بعيد عنها الكهرباء بعيد عنها الطرق وربما يتكفل هو بنفسه بجزء من هذه المشاريع اللي تنهكه ماديا وما تخليش هذا المشروع ربما يباشر فعله في أرض الواقع الاقتصادي إلا بعد سنوات طويلة. طبعا هناك العديد من المناطق الحيوية التجارية والمناطق الصناعية اللي التكلفة نتاع تهيئتها كانت على عاتق مستغليها أو المستثمرين اللي فيها ليس بالبعيد يعني حتى في العاصمة أنا منطقة سمار هم المستغلين هم اللي خدموا طريقة يعني المنشآت القاعدية الطرق وكذا وصرف المياه وكذا خدموها الناس اللي يستغلوا في المنطقة وهذا الآن تكفل به الإدارة في الدراسة الأولية نتاعها. أولا هناك دراسة استراتيجية في تحديد المناطق الصناعية وين لازم تكون المناطق الصناعية شحال تكون المساحات نتاعها شكون اللي لازم يكون فيها كيف تمنح يعني حتى في المنح في الاستريبيشن هذوك نتاع رخص الاستغلال أو رخص الحيازة وكذا تكون مدروسة جدا وأيضا راح تكون المتابعة في الالتزام بشرط الشروع في تنفيذ المشروع لأنه الآن الولاد هم بصدد استرجاع العقار غير المستغل أو المتعثر فعلا لماذا؟ ليمنح للمستثمر الحقيقي هكذا سماه مجلس الوزراء إذا لازم الناس لهذه المناطق تمنح للمستثمرين الحقين اللي في الأجال المحددة راح تعطيك القيمة المضافة المنتظر منها كإيرادات الخزينة العمومية وكنشاط اقتصادي وكخلق فرص عمل وكتقليص البطالة. إذا لما تكون الأمور مدروسة بالطريقة هذه الحيز الشروط تاع المنح وايضا متابعه بعد المنح متابعه في انجاز المشاريع وفي يعني دخولها حيز النشاط هذه كام راح تضمن عمليه او تضمن تحديد او تأطير نشاط الاستثمار الصناعي والفلاحي يعني بالتوازي. اذا لو نتحكم في الهيكل العام راح نتحكم في عمليه الاستثمار ان شاء الله. وبحديثنا عن هذا المحاور بحديثنا عن منجم غار جبيلات للحديد وبحديثنا ايضا عن المناطق الصناعيه وتنظيمها وتنظيم النشاط والعمل فيها جاء ايضا في توجيهات الاخرى لمجلس الوزراء الحديث عن تطهير الاوعيه العقاريه في محيط مركب الحجار من النفايات الحديدية لأجل استغلالها كمواد في النشاط المركب مما يسمح أيضا باستحداث صناعات ونشاطات أخرى في محاذاة هذا المركب لنعرفه أيضا قدراته الموعودة وأيضا تحرير هذه الأوعية لمزاولة نشاطات صناعية أخرى. طبعا شوف كاين حديث في جورنال الحديث آخر احنا لما نتكلم على نشاط الاستثمار في الحديد المثل يفرض نفسه انتم تعرفوا شكون المستثمر اللي كان في الحجار هو من جنسية هندية الهند معروفة يسموها في الاقتصاد العالمية هي مقبرة النفايات الحديدية وبنفس الطريقة وبنفس السلوك كانوا استغلوا أو تخلصوا من النفايات الحديدية في البيريمتر يعني في المحيط القريب من مركب الحجار مركب الحجار مؤسسة اقتصادية يعني قوية واعدة ضخمة طبعا ضخمة الجزائر كانت معتمدة عليها كإحدى ركائز الصناعات الثقيلة في الجزائر لكن ربما دائما نعود نولي أنه كانت هناك سلوكات وكانت هناك سياسات فاتت يعني لحد الآن غير مبررة لما تجيب مستثمر أجنبي بهذا الحجم المؤسسة بهذا الحجم يجب أولا أنك تدير له السوبرفيزور يعني المراقبين أو الملازمين ليراقبوا عملية الالتزام بضبط الشروط والأشياء المتفق عليها في العقد المبرم طبعا والالتزام بتحقيق الأهداف اللي جاء من أجلها يعني جميل جدا طبعا وهذا الشيء اللي ما كانش إذا الآن لما تهتم سلطة مركزية كمجلس الحكومة يعني مجلس الوزراء بعملية تطهير المحيط تعتبر يعني إعادة ضخ الحياة فيه من جديد طبعا لازم تطهير الجانب واستغلال هذه النفايات الحديدية كما كانت الناس
في عملية فساد علنية تسرق يعني لينغو تاع السكة الحديد السكة الحديد. شوف عندك نفايات غير مستقلة يعني بجوار مركب كبير الحديد. إذا الآن راح نقوم بعملية تطهير وأيضا استغلال هذه النفايات كقيمة مضافة في عملية تحويل أو إعادة تدوير. يعني الآن عندنا وزارة كاملة لتقوم بعملية تقوم باقتصاد عفوا يعني اقتصادات النظيفة أو الصديقة للبيئة. قدنا خمس دقائق أستاذ، في فيها سنحاول ربما تطرق إلى نقطة أخرى في توجيهات الواردة في مجلس الوزراء الخاصة بالترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة لفتح خطوط جوية لا سيما نحو بلدان إفريقية وأسيوية، بالإضافة إلى اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب. هنا خليني ربما نقطع شوية تقنيا الأمر. أولا من خلال توجه لشراء 15 طائرة لفتح خطوط جوية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية. شوف بلا ما تقطع، لأنه العملية هي عملية شوف مدروسة بتقنية عالية. لماذا؟ لأنه تكلمنا على ميناء الحمدانية، قلنا أنه راح يكون ميناء محول كبير كبوابة لإفريقيا، يعني في إطار ما اصطلح عليه بطريق الحرير، يعني النهاية نهاية طريق الحرير في المتوسط هنا في الجزائر ثم ينطلق إلى إفريقيا. تكلمنا قلنا على ميناء الحمدانية اللي قلنا اللي يجب أنك توفر له الأدوات أو توفر له هذيك اللوجستيك اللي فيه الطريق السريع، فيه طريق السكك الحديد، فيه حتى المحولات نحو الجنوب، باش صح يمد الغاية أو الهدف المرجو منه هذا الميناء الكبير كمحول كبير في البحر المتوسط، يأخذ نفس الحجم كما ميناء نوتردام أو مواني دبي أو ميناء جيبوتي، أو يعني نقاط فعلا فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد العالمية أو نقاط تحويل كبرى. الآن بالنسبة للميناء الجاف اللي هو مطار هواري بومدين، عملية التجديد الكبيرة اللي دخلت عليه وعملية تحديثه وعني بالفروع الجديدة اللي فيه، كمين المفروض هو يعتبر مشاقة عادية لعملية النقل الجوي. النقل الجوي يعني مواصلات النقل الجوي، والنقل الجوي هذا يجب أيضا أن يواكب العملية، يحتاج الآن من نقل الأشخاص إلى نقل تجاري. ممكن أن يكون أيضا منطقة عبور كبيرة. إحنا نتفاداو للترانزيت اللي كنا نديروهم تبش جزائري يروح الأنغولا أو الكوديفار سهل العاج أو دول إفريقية، يجب أن يروح يا إما عبر الشرق الأوسط يعني دبي والدوحة وكذا أو فارس أو باريس أو فرانكفورت كذا باش يروح الدول الإفريقية في الجوار. أنتم شفتوا راه كاين عدة أمثلة اللي تخليك يعني تخلي الإنسان يقول هذا غير منطق. إذن ميناء الجزائر الآن لازم ندعموه بأسطول حديث للخطوط الجوية الجزائرية، بما أنها مؤسسة عمومية ممكن أننا نخدمها لأنها تخدم الصالح العام من جهة، وأيضا مديرة أيضا هي مؤسسة اقتصادية مديرة للخزينة العمومية. بحجم الانفراستركتور اللي عندها، بحجم المنشأة القاعدة اللي عندها، لازم يكون عندها أسطول. أنت لازم نفتح خطوط جديدة. الآن الغاية تاعنا هي دول غرب إفريقيا، نتكلم على خطوط البحرية للسنغال، نتكلم على خطوط الموريتانية. طبعا يجب أن نتوسع في هذه المناحي كاقتصاد واعد، كاقتصاد يعني نامي متطور متحرك نحو على الأقل فضاءاتنا المجاورة في إفريقيا، دول إفريقيا ودول الساحل. حديثنا أيضا على هذا الأمر، وأيضا اسمح لي سي عربي، هي قضية تقليص تكلفة هذا كله الترانزيت اللي كنا نديروه فعلا. يعني التنقلات وحتى تدعيم المسار تنهك الخزينة العمومية، المسار الاقتصادي مدام نقوله نتوجه إلى إفريقيا بأسواقها، أكيد أن المتعاملين الاقتصاديين يحتاجوا إلى خطوط نحو هذه البلدان ربما لتخليص تعاملاتهم التجارية. طبعا إذن فتح هذه الخطوط واضح أهميته طبعا الاقتصادية حتى التجارية والسياحية. حتى الدول المتقدمة الآن هي تحتاج منطقة يعني ترانزيت، يعني منطقة عبور اللي هي الجزائر، ما عندهاش إمكانيات كبيرة اللي تقدر أنها تحقق أهدافها اقتصادية أو التنقلات أو سياحة أو كذا. نقدر نكون هنا محول كبير، عندنا محول كبير هنا فقط في منطقة الوسط، يعني ما بين ميناء الحمدانية، ميناء الجزائر العاصمة، مطار هواري بومدين، نقدر ندير منطقة عبور كبيرة وحيوية للاقتصاد والتنقلات الأفراد. الأمر أيضا في حديث عن اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب، إن شاء الله الحبوب اللي كنا نتكلم عليها قبيل، وأمال أمالنا في أن تكون موجهة من الجزائر الى خارج الجزائر الى العوالم الاخرى. هذا اللي كنا نتكلم عليه، قلت لك انه شيء جميل جدا اننا نصير نصدر
خاصة الحبوب، لأنه مذكورة أنه سفن لنقل الحبوب. إذا السفن نعتقد أنه حاشنا، إحنا عندنا اكتفاء ذاتي وعندنا احتياط، نظن باللي البواخر هذه راح النقل خارج الجزائر، يعني من الجزائر الى العوالم الاخرى، مش من العوالم الاخرى للجزائر. نتمنى انه هذا الامر يتحقق في اقرب الوقت. هذا بالاضافه الى الخط اللي حليناه، الخط البحري اللي حليناه السنغال، ربما راح يكون ثاني حيوي جدا يعني بموريتانيا، وهذا هو مجالنا، هذا هو فضائنا، هذا هو بيئتنا، هذا هو اقليمنا اللي لازم اننا نتمدد فيه باش نحقق هذاك النقله ونحقق هذاك تغير في اقتصادنا الوطني خارج مجال المحروقات اللي تتحكم فيه تكنولوجيات أجنبية، اللي هي اللي دائما خلتنا أننا ما نتكبرتنا، ما خلتناش نتحركوا كاستثمار ومناولة في هذا المجال. لو كان ندير نسيج اقتصادي اللي يدير يقوم على مبدأ المناولة في المحروقات، يعني بترول وغاز وكذا، ثم تشوفوا الأزمة الاقتصادية، الأزمة العالمية للغاز، من المفروض الجزائر مورد هائل للغاز، ربما كنا الآن نتحكم في كامل أوروبا، في طاقة أوروبا، ونقدر أن نفوضوا من منطقة قوة. كل شكر لك الأستاذ سعد سلامي على كل هذا التفصيل، وأنا شخصيا متفائل بكل هذه الأهداف المرسومة، لأنه واقعنا واقتصادنا ومؤشراتنا تقول إلى الكثير من ذلك. نأمل في تعزيز كل الخطوط، في تعزيز كل المحاور لتعزيز الاقتصاد الوطني. الخبير الاقتصادي والأستاذ سعد سلامي، شكرا جزيلا لك على كل هذا التفصيل. العفو، شكرا لك على الدعوة. من الظاهرة إلى استوديو الأخبار، وموجز لأهم الأخبار الوطنية والدولية. موعد إخباري جديد، أهلا بكم. بداية، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء أن استحداث الولايات الجديدة يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن وتقريب الإدارة منه، مشددا على مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة واستحداث أرضية تتيح تحديد المناصب تماشيا مع الكثافة السكانية، وإضافة إلى تعليمات أخرى أصداها رئيس الجمهورية. أهم ما جاء في بيان مجلس الوزراء مع فتحية بالعالية. تن مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي أصدر رئيس الجمهورية تعليمات لمواصلة إثرائه لعرضه في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس 19 مايو من السنة الجارية. وفيما تعلق بمشروع القانون الخاص بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، دعا رئيس الجمهورية إلى توضيح الرؤى بشأنه تشجيعا للمتعاملين الاقتصاديين، مع مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ونشرها في مرسوم تنفيذي، حفاظا على الإنتاج الوطني وتشجيعه، وخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية. كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية، للتوجه إلى تطوير السوق الوطنية من خلال استغلال المواد المنتجة محلياً. وفيما تعلق بملف الولايات الجديدة، أمر السيد الرئيس بمراعاة عمل مسقط الرأس للموظفين المحولين من الولايات الأم، وإمكانية فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة. وبخصوص منجم الحديد جرج بيلات، وافق المجلس على انطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي الهام لما يمثله من مصدر هام لمداخل البلاد، وذلك بعد جملة من التعليمات والتوجيهات أسداها السيد الرئيس، أبرزها التأكيد على مساهمة المشروع في استحداث مناصب عمل جديدة وتحديث شبكة نقل مواكبة للمشروع وتسريع الانطلاق في إنجاز خط السكك الحديدية بين ولايتي تندوف وبشار. وبخصوص المشاريع الاستثمارية العالقة، وجه رئيس الجمهورية تعليمات لإعادة بعثها لاستحداث مناصب شغل جديدة. مجلس الوزراء وافق على برنامج الرحلات الجديدة تحسباً لموسم الاصطياف، ورخص للخطوط الجوية الجزائرية لشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة سيما نحو بلدان إفريقية وأسيوية، بالإضافة إلى اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب، وكله تدعيماً للأسطول الجوي والبحري للجزائر. في التعاون البرلماني، حل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس بالعاصمة نيجيريا أبوجا، تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب النيجيري في ميغاباجا بميلا، للمشاركة في أشغال مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية المقرر عقده ابتداء من اليوم تحت عنوان تعزيز الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا لمرحلة ما بعد كوفيد من خلال القيادة البرلمانية. بالمناسبة، تلقى
إبراهيم بوغالي تحية رئيس مجلس النواب النيجيري في ميغاباجا بيميلا، وتبادل الحديث مع رؤساء المجالس النيابية الإفريقية. في التعاون دائما استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة وزيرة الشؤون الخارجية للبوسنة والهرسك بيسيرا تيركوفيتش. الطرفان تباحثا أفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لتتوسع بعدها المباحثات لتشمل وفدي البلدين. وبمقام الشهيد، وضعت وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بيسيرا تيركوفيتش إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء ثورة التحرير المجيدة. أشرف وزير العدل حافظ الأختام رفقة كل من رئيس المحكمة الدستورية والرئيس الأول للمحكمة العليا على افتتاح اليومين الدراسيين الدوليين حول دور قضاة المحاكم العليا في تسبيب القرارات وإعداد الالتماسات المنظمين من طرف المحكمة العليا بالتعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر والاتحاد الأوروبي. هذا وأكد وزير العدل في كلمة للمشاركين أن من أولويات حركة الإصلاح والتغيير في قطاع العدالة هي بلورة سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع وحماية الحقوق والحريات. المتميز في حركة الإصلاح والتغيير والبناء الحضاري، ومن أولويات هذا الدور بلورة سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع وحماية الحقوق والأشخاص، حقوق الأشخاص وحرياتهم، والمساعدة على حل النزاعات التي تقع بينهم، مما يعني أن تجسيد هذه العملية يتطلب من القضاة الانخراط الجاد والواعي في هذا العمل، وتكون هذه المهمة أوسع وأكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بالمحكمة العليا، لأنها تعتبر الجهة المقومة أو الهيئة القضائية المقومة العليا في البلاد، التي أعطاها الدستور مكانة متميزة باعتبارها تمثل الهيئة المقومة لأعمال المحاكم والمجالس القضائية، كما أوكل لها مهمة لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي ضمان توحيد الاجتهاد القضائي والسهر على احترام القانون وسيادته في المجتمع. عرض اليوم وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق بالمجلس الشعبي الوطني أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، عرض مشروع قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، وهو المشروع الذي يدخل في إطار توجيهات السلطات العمومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج وتنويع الاقتصاد الوطني. أشرف اليوم وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على افتتاح الطبعة الأولى لندوة الجزائر للرقمنة التي تنظمها الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وهذا بحضور خبراء في المجال وممثلي عدة دوائر وزارية ومتعاملين اقتصاديين في مجال الرقمنة. بالمناسبة، أكد الوزير على تبني رؤية جديدة وتجسيدها ميدانيا للنهوض بالقطاع الاقتصادي وجعلها دعامة وركيزة أساسية لإنعاش هذا القطاع، وهذا لن يتجسد دون إشراك الفاعلين من القطاع العمومي والخاص. في إطار مواجهة ظاهرة التهريب والاتجار بالممتلكات الثقافية وحماية للتراث المادي وترقية للمجموعات المتحفية والمكتبية من خلال إعداد مشاريع الرقمنة والتكوين لمحاربة هذه الظاهرة، أشرفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي على افتتاح فعالية يوم تكويني وإطلاق منصة إلكترونية تم إنجازها بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، وهذا بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر إليزابيث موروبين. دوليا، وفي فلسطين المحتلة استشهد اليوم فلسطينيان برصاص قوة الاحتلال الصهيوني بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوة الاحتلال 15 فلسطينيا وهدمت منزلين قيد الإنشاء في الضفة الغربية. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن الاعتقالات تركزت في مدن جنين ورام الله وسلفيت والأغوار وبيت لحم، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين أسرى أطلق سراحهم مؤخرا.
في الملف الروسي الأوكراني، يكثف الغرب زياراته الدبلوماسية ودعمه لكييف، فيما تسعى واشنطن لإعادة فتح سفارتها هناك. وعلى صعيد آخر، يواصل قادة الاتحاد الأوروبي المفاوضات لإزالة العقبات أمام الحظر الأوروبي المفروض على النفط الروسي، فيما تحتفل اليوم روسيا بالذكرى 77 لعيد النصر على النازية بتنظيم استعراض عسكري ضخم بالعاصمة موسكو. ختام الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء. محطات الظهيرة متواصلة معكم مشاهدينا الكرام، ونواصل أيضا إطلالتنا التنموية مدام تحدثنا اليوم في بداية ملفنا الأول عن اجتماع مجلس الوزراء وعن تخصيصه لمحور خاص بالولايات الجديدة. نذهب إلى ولاية جانات للحديث عن أفاق التنمية هناك، حيث الزميل إبراهيم بلخير رفقة عبد الرزاق زردامي مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية جانات. شكرا لكم. فعلا أهمية كبيرة توليها الدولة للمناطق النائية والحدودية بأقصى جنوب الوطن، وبهدف تقريب الإدارة من المواطن بهذه المناطق على الشريط الحدودي وكذلك البعيدة جدا، أشرفت على إنشاء ولايات جديدة بهذه المناطق الحدودية. وكذلك للحديث عن مخرجات مجلس الوزراء الذي تطرق إلى هذه الولايات العشرة الجديدة ومدى انطلاقتها الحقيقية والموضوعية للتكفل الأمثل بانشغالات السكان بهذه المناطق الحدودية، يحضر معنا مدير البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية جانت السيد عبد الرزاق زدامي. أكيد عبد الرزاق، تحدي كبير تقومون به وكذلك مسؤولية كبيرة من أجل انطلاقة في هذه الولايات الحدودية، وهذا ما يتمناه المواطن. مجلس الوزراء بالأمس ركز على نقطة هامة وهي المورد البشري لضمان الانطلاقة الحقيقية لهذه الولايات. أكيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أكيد بالضرورة، لأن الولايات الجديدة لازم يعني تعتمد على الإطارات البشرية لتسمح بالتسيير الفعلي لمختلف الإدارات. قرارات مجلس الوزراء المبادقة بالأمس، خاصة العنصر تفعيل العنصر البشري أو الموارد البشرية، كان حافز جدا كمدراء تنفيذيين لتعزيز الإدارة. نحن تعلمون أن إدارة كانت معظمها مبنية على المقاطعات الإدارية، والمقاطعات الإدارية مبنية على العنصر التقني أكثر من الإداري. لتسهيل برنامج تنمية ضخم المرصود للولاية، كان لابد من إعطاء أولوية للعنصر البشري. العنصر البشري هو من خلال تفعيل اللجان أو تشكيل اللجان على رأسها لجنة الصفقات العمومية بالممثلين الدائمين أو المستخلفين، بالإضافة إلى اللجان التقنية للفتح والتقييم من مختلف العروض المدعى لدى الإدارات لتسمح باختيار متعامل متعاقد لانطلاق المشاريع، بالإضافة إلى البرنامج الضخم المحول سواء من الولايات الأصلية أو المرصود مباشرة إلى الولايات الجديدة ليسمح بالانطلاق الفعلي لمختلف المشاريع المرصودة لتطفو مصاف الولايات القادمة إن شاء الله. ولهذا يعني مبالغ مالية وميزانية كبيرة رصدت لهذه الولايات الجديدة، يعني أكيد سطرتم برنامج دائما من أجل استكمال التنمية بهذه المناطق. أكيد، يعني السلطات المركزية على رأسها وزارة المالية كانت من خلال قانون المالية لسنة 2022 ركزت على الولايات العشرة بصفة منفردة، يعني مبالغ ضخمة، يعني ممكن نقول باللي استثنت الولايات القديمة لضخم الولايات الجديدة. ما تنساوش راه بعد المسافة، نقص الهياكل الإدارية، نقص المرافق، هذه كاع شيء لازم يكون في الولايات الجديدة باش نسمح بالانطلاقة الفعلية. مبالغ ضخمة أكيد، يعني بالمليارات، ناهيك عن يعني البرنامج المحول من الولاية اللي كان من بكري يمس الولاية الجديدة على سبيل الحصر ولاية جانت ببلديتها برج الحواس وجانت. يعني الميزانية اللي كانت مرصودة في سنوات قبل
انشاء الولايه كانت مباشره اللجان، لذا نسمح بالتسيير تاعها التسيير الفعلي والاني والمحلي، خاصه ركزوا على المحلي 400 كيلومتر بين إليزي وجانت مسافه، يعني الا كان مسؤولين تاع إليزي باش يجوا لولايه جانت 400 كيلومتر يعني يجي اليوم باش غدوه يباشر المهام تاعو او المتابعه الميدانيه، لذا كان من الضروري يعني انه في خلال عامين ثلاث سنوات على الاكثر يعني تكون انطلاقه ولو انطلاقه فعليه في المشاريع ان شاء الله. ولهذا يعني اكيد مجلس الوزراء دائما وضع اولويات في كل المجالات والقطاعات، اكيد هناك اولويات بالنسبه لكم بولايه جانت ببلديتيها يعني برج الحواس وجانت، خاصه ما يتعلق بالمشاريع التنمويه الاستراتيجيه. اكيد كنا ركزنا يعني في الاقتراحات او البرنامج مبلغ على الهياكل القاعديه، نذكر منها شق الطرق، كاين عمليه ضخمه يعني في الطريق الوطني رقم 3 الذي يعبر بين إليزي وجانت في التدعيم تاعو، بالاضافه الى كما يعني لونتروتيان صيانه الطرق البلديه والولائيه، بالاضافه الى الهياكل الاداريه التي تسمح باستقرار الموظفين، كنا هناك عمليات لتسجيل مقرات اداريه يعني بالطابع الاستيعابي حسب كل الاداره، بالاضافه الى يعني قطاع التربيه الذي لم يعرف ولا من سنه مع يعني مع تجميد بعض العمليات ان قطاع التربيه كان هو اللي كان يعني لم تمسه هذه الاجراءات التربيه بطابع الاستمراريه، كانت ولايه جانا ثانيه محظوظه في استفاده من قطاع التربيه بعمليتين ضخمتين تمس قطاع التربيه، هذا بصفه اوليه يعني بالنسبه لسنه 2022، بانتظار السنوات القادمه او البرنامج التكميلي اللي راح يكون في السداسي الثاني من سنة 2022 إن شاء الله. وربما نظرة استشرافية دائما للنهوض بهذه الولاية جانت ذات مقومات كبيرة في المجال الفلاحي والسياحي، يعني ماذا سطرتم في هذا المجال؟ كنا يعني في ولاية إليزي باعتبارها الولاية التي كانت تسير البرنامج من خلال الخماسي المستطل لسنوات متعددة، كان ركزوا على عنصر الفلاحة وعنصر الصناعة باعتبارهما بديل للموارد الاقتصادية للبلاد، كان هناك يعني تهيئة للمحيطات الفلاحية بالإضافة إلى تهيئة للمناطق الصناعية، تعرف منطقة جانت منطقة صناعية بامتياز تتربع على مساحة شاسعة، كان هناك عملية لإعادة الاعتبار لها، بحسن الحظ كانت العملية مسجلة في ولاية الأم وهي في الإجراءات يعني اللي تسمح باستقطاب المستثمرين للانطلاق في الاستثمار بهذه الولاية الجديدة إن شاء الله. وكونكم يعني على رأس مديرية التخطيط والبرمجة ومتابعة الميزانية، أكيد كلمة ربما للمستثمرين بهدف الولوج إلى هذه المنطقة أو الولاية الفتية جانت. والله يعني من هذا المنبر يعني ندعو للمستثمرين المستثمرين الحقيقيين يعني التقرب من الولاية جانت، لأن ولاية جانت تسخر بمقومات تسمح خاصة بشق الطريق طريق الوطني رقم 3 على مسافة 400 كيلومتر بين إليزي وجانت، كما قلنا كان في وقت مضى كان يعرف بعض يعني بعض الانقطاعات او بدافع العوامل الطبيعيه، الان يعني حقيقه الطريق الوطني رقم 3 راهو يعني بامتياز، ويعني نطلب من المستثمرين يعني التقرب من ولايه جانت للانطلاق من المشاريع نتاعهم ان شاء الله، والسلطات المحليه اكيد راح تكون في استيعاب وفي المرافقه ومد اليد العون ان شاء الله لانجاح المستثمر هذا، انجاح مشروع الاستثمار هذا ان شاء الله. سيد زدامي عبد الرزاق مدير البرمجة ومتابعة الميزانية بولاية جانت، شكرا جزيلا لكم، ومن خلال ملاقاتنا بالشارع المحلي هنا بجانت ارتياح كبير وتفاؤل كبير لمسناهما لدى سكان جانت الذين يتطلعون إلى النهوض بهذه الولاية وكذلك وصولها إلى مصاف الولايات الكبرى في قريب العاجل. لا شكر لك زميلنا إبراهيم بالخير من ولاية جانات على كل هذا التفاصيل التي تخص أفاق التنمية في الولاية الفتية جانات. ملفنا التالي مشاهدينا الكرام نتحدث فيه عن حماية الغابات من الحرائق ونحن على أعتاب فصل الصيف، كيف تستعد الحماية المدنية في بلادنا لهذا الموسم الذي يعرف العمل فيه تنوعا كبيرا بما فيه حماية المحاصيل الزراعية الموسمية كالحبوب من الحرائق أيضا. تفاصيل
هذا المخطط، نفصل فيها رفقة النقيب مراد يوسفي المكلف بالاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية. مساء الخير حضرة النقيب وكل عام بخير. مساء الخير سيدي الكريم وكل عام وأنت بألف خير، وشكرا على هذه الدعوة. يعني كما عودتونا دائما يعني تشاركونا دائما يعني في هذه توعية المواطن والفلاح وكل مواطن الجزائري، شكرا لكم. يدخل في صلب الخدمة العمومية للتلفزيون الجزائري إذن حديثنا عن المخطط الوقائي تحسبا لقدوم فصل الصيف والحرارة. أكيد سيدي الكريم، يعني في إطار تنفيذ البرنامج أو المخطط الوقائي المسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والمتمثلة في مديرية الوقاية، يعني كانت أرسلت رسالة من السيد المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلان بوغلاف لكافة المدراء الحماية المدنية على كافة التراب الوطني ل 58 ولاية للاستعداد لموسم الاصطياف، يعني في عدة مجالات نذكر فيها يعني الوقاية من أخطار يعني الشواطئ أو البحر، الغرق في المجمعات المائية، الوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، التسمم العقربي، حوادث المرور، وكذلك التسممات الغذائية. يعني هذه الأخطار الذي نواجهها في الموسم الاصطياف، وكذلك يعني لكل يعني بند من هذه البنود لها يعني جهاز يعني عملياتي يعني ينفذها، كذلك جهاز تحسيسي وتوعية لنتقرب إلى المواطن لنعطيه مختلف يعني النصائح والوسائل حتى يتفادى يعني كل هذه الحوادث، وكذلك يعني يجوز يعني صائفة مع العائلة تاعه يعني بكل أمن وأمان، ويكون تكون عنده الحيطة والحذر. كنت حث حضرة النقيب على الجزائر وعلى الشاطئ الجزائري الممتع في الذهاب إليه صيفا، كثير من المحاور على طول 1200 كيلومتر إن لم يكن أكثر، هناك تصنيف لكثير من الشواطئ على أنها محروسة، ولكن للأسف على طول هذا الشريط كثير من الفضاءات أيضا تستهوي بعض الشباب رغم خطورتها، خلينا نقول بين قوسين، جمالية في المناظر، متعة ربما في الاستجمام، ولكن الخطورة أيضا تكمن في بعض المواقع. قبل ما نتكلم على التنظيم الخاص بالشواطئ المحروسة وتنظيمها، الذهاب إلى مثل هكذا خلينا نسميها نقاط سوداء تعكر وتصعب شوية من عمل الحماية المدنية في مخططهم هذا أثناء الصيف. أكيد سيدي الكريم، يعني في الشواطئ إذا ذكرنا في سبيل المثال يعني في سنة 2021 إذا تكلمنا يعني بلغة الأرقام يعني نشوف عدد الوفيات اللي استطعنا يعني في الشواطئ، يعني كانت مجملها يعني في الشواطئ يعني الممنوعة يعني الغير المحروسة. كي نقول شاطئ ممنوع للسباحة نعرف بلي أن هناك يعني ما كانش هناك جهاز الحماية المدنية اللي يحرس هذا الشاطئ، وكانت يعني كنا سجلنا للأسف الشديد يعني 95 حالة وفاة في السنة الماضية في سنة 2021، 53 وفاة إلا في الشواطئ الممنوعة. يعني كما تفضلت منذ قليل نقول شاطئ ممنوع يعني شاطئ غير متواجد فيه الحراسة، وكذلك 72 وفاة يعني في الشواطئ المحروسة. لكن هناك نفتح قوس وحتى باش نقول المواطنين حقيقة هناك شواطئ مسموحة للسباحة فيها حراس الشواطئ اللي متابعين الحماية المدنية، لكن هناك وقت للحراسة. نشوف إذا كذلك بلغة الأرقام يعني هناك 20 يعني حالة وفاة من 42 يعني في أوقات خارج يعني أوقات كانت تستهويهم السباحة ليلا مثلا، ليلا أكيد ليلا أو في الصباح الباكر. نعرف بعض يعني الإخوة وبعض المواطنين اللي يفضلوا يعني السباحة على الساعة 6 صباحا، يقول لك البحر يكون نقي، يكون الهواء يعني جميل غير ذلك. فعلا يعرف بلي احنا حراسة هناك أوقات للعمل التي تمضى من طرف السيادة يعني الولي يعني الولات، هناك قرار فتح للشواطئ وهناك أوقات للسباحة سواء من 7 صباحا أو 8 صباحا إلى غاية غروب الشمس، يعني على الساعة 7 مساء أو 8 مساء. يعني إذا تروح أنت المواطن تعوم ولا تسبح يعني في أوقات خارج الحراسة يعني على 9 ليلا أو 10 ليلا، أكيد يعني حراس الحماية المدنية يعني غير متواجدين يعني في هذه الأماكن. إذا تكلمنا على الجهاز يعني المسخر يعني الأمني المسخر في هذه حماية يعني الشواطئ، نشوفوا باللي أن يعني هناك يعني تقريبا 1000 يعني عون حماية مدنية مسخر لحراسة الشواطئ،
زد على ذلك أن هناك غطاسين، ونحن الحمد لله يعني جهاز الحماية المدنية يمتلك يعني أحسن الغطاسين، يعني عندهم ذو كفاءة عالية يعني في الغطس، وبرهنوا هذا الشيء يعني في الميدان. إذا تكلمنا على حراس الموسميين، يعني بدأت يعني تقريبا منذ شهر أو شهر ونصف يعني في يعني عملية استدعاء، استدعاء هذوما يعني الناس اللي يحبوا يخدموا من الحماية المدنية أثناء فترة الصيف، خاصة من الشباب. هذا ونعتمد يعني على يعني الأجود يعني اللي يكون يعني اللي كان يخدم عنا من سبق، عندنا عنده معرفة يعني مسبقة. يعني هناك هذه السنة ما يفوق يعني 8000 يعني عون، 8000 عون الموسميين. هذوما كذلك يتلقوا قبل ذهوبهم إلى عيد المكان، يتلقوا إلى تدريبات خاصة، تدريبات خاصة مع الغطاسين تاع الحماية المدنية، كيفية الإنقاذ، كيفية يعني نشوفوا المستوى تاع السباحة تاعو إذا كان يسمح له باش يخدم معنا يعني في الجهاز، وكذلك يشارك معنا في عملية التحسيس والتوعية يعني أثناء فصل الصيف، لأن هذا الجهاز ما يعملش إلا لحراسة الشواطئ، وكذلك يعمل للتحسيس والتوعية يعني اثناء يعني كي تكون هناك. نعرف بان عدد المصطافين يعني في السنه الماضيه يعني ما فتحتناش يعني الشواطئ يعني مؤخرا، وليس كل الشواطئ، لكن يعني حسب الاحصائيات يعني اكثر من 49 مليون مصطاف، يعني هذا الشيء يعني رقم يعني كبير جدا السنه الماضيه. السنه الماضيه ربما رغم الاجراءات الوقائيه اللي صاحبت فيروس كورونا، يعني الحمد لله نحن نشوفوا باللي ان احنا يعني خرجنا تقريبا من يعني من الفيروس يعني من الوباء من الجائحه، لكن نقولوا دائما الحيطه والحذر يعني ما استهزوش. لكن هذه السنه ربما سوف تفتح يعني عدد الشواطئ يعني اكثر، هذه السنه سوف تكون عدد المصطافين يعني اكثر. لهذا هذه الرساله اللي نحبوا نوجهوها الى يعني المصطافين، انهم يكونوا تكون لهم اذن يعني صاغيه للمعلومات والنصائح اللي نعطيوها لهم يعني في الشواطئ هذه، للسلامة تاعهم ولسلامة العائلة تاعهم، خاصة الأطفال اللي يكونوا معاهم، واحترام الرايات، خاصة الرايات إذا كانت هناك السباحة ممنوعة. نشوفوا بعض المنفعلين، حتى بعض العائلات، والله نتأسف ونقولها ونسمحوا لي، بعض العائلات حتى يقول لك أنا جيت من مسافة طويلة جدا ودوك أنت تجي كرجل حماية مدنية تمنعني من السباحة. احنا نقول لهم رايه حمراء، راهي خطر عليك في السباحة، خطر على العائلة تاعك، خطر على الأطفال تاعك، حتى باش يعرف المواطن. نحن إذا تواجدنا في مكان، سواء نحن أو كل يعني مؤسسات تاعنا، مؤسسات الدولة، لسلامة المواطن وللحفاظ على الروح تاعو والممتلكات تاعو، هذا هو المبتغى تاعنا الأول. ما راناش احنا في للمنع فقط ولا باش هكا، لكن للمرافقة والسلامة. لهذا نقول تكون عندهم أذن صاغية ويكون عندهم سلوك حضري، يسمعونا حتى نتفادى يعني مثل هذه الأرقام التي دائما تخيفنا. حضرت النقيض وأنت تتكلم، صور المرافقة لك جميل جدا عن شواطئنا وروائح الاستجمام على الشواطئ. استسمحك عذرا قبل مواصلة الحديث عن المخطط الكامل للحماية الوطنية أو الحماية المدنية تحضيرا لموسم الاصطياف، أنا أذهب بك وبالمشاهدين جميعا إلى ربما مئات الكيلومترات شوية للداخل الوطني، حيث كثير من المسطحات المائية، كثير من السدود لله الحمد التي امتلئت مؤخرا بفضل التهاطل الأمطار، أمطار الخير، ولكنها للأسف ربما قد تكون أيضا مبعث لخطر آخر لكثير من العائلات التي تعيش على محاذاة هذه السدود والمسطحات المائية. خطأ الغرق في البرك والسدود خليني أقول لك هاجس آخر للحماية المدنية في فصل الصيف. أكيد في المسطحات يعني المائية حقيقة هي الظاهرة، يعني شفناها في السنوات الأخيرة يعني كثرت كثير، يعني هذه في السباحة في هذه المناطق، يعني المجمعات المائية، كنقول المجمعات المائية تدخل فيها كل يعني من البراء، المسطحات المائية، المسابح، السدود. وضعني أخي الكريم نقول لك اللي بدينا نشاهدوها مؤخرا وهي السباحة في الآبار، صدقني غير احنا اندهشنا كثير، يعني البير اللي ما يكونش غامق يعني كثير بزاف نصيبوا فيه، يعني هو متر على متر متر على متر في الآبار.
يعني هذا ما يعني كثفنا حملات التحسيسية. الحمد لله إذا شفنا يعني في السنة الماضية خاصة كانت هناك في شهر رمضان، نحن نحمد الله يعني شهر رمضان هذه السنة يعني كانت فيه هناك برودة، تساقط الأمطار، ما كانت فيه يعني سباحة توجه لهذه المسطحات المائية. إذا تكلمنا على يعني على كل المسطحات المائية في السنة الماضية سجلنا 84 عفوا حالة وفاة، ومعظمها أطفال، ومعظمها أطفال. 84 وفاة يعني معظمها مخيف أكيد، ومعظمها أطفال يعني السن يعني ما يقارب يعني 4 سنوات يعني من سنتين ثلاث سنوات. ثلاث سنوات يشوفوا يعوم يعني في مجمع مائي ولا بركة مائية. يعني هنا الخطورة حضرة النقيب أكيد أنه أنتم تعلموها وتعرفوها، لكن لا بأس أن نجدد للعائلات للأمهات بالخصوص والأباء أيضا اللي يعيشوا في محاذاة هذه المسطحات. لو نتكلم عن السدود ربما الكل يعرف أنه الأمطار الأولى المحاذية للمسطح المائي هذه وبدايتها يكون فيها كثير من الطمي، يخلي الأمر ومسألة الغرق واردة بقوة. أكيد. وهي شوف أخي الكريم، يعني السباحة في مثل هذه المجمعات المائية أو السدود هناك خطر الغرق وخطر الموت، وهناك خطر كذلك بالصحة الإنسان، نعرفه بالماء من الأوبئة من البكتيريا إلى غير ذلك، كثير من الأمراض تجلبها يعني عند السباحة يعني في مثل هذه الراكدة. الراكدة لكن في حتى باش يعرف المواطن، وإحنا دائما عندنا هذه الكلمة بالعامية اللي نقولوها، احنا بعدنا مخالطتنا مع هاد الناس المواطنين اللي نحولهم في نعيم المكان، يقول لك موالفين. هذه الكلمة هذه اللي حبينا نحيوها من القاموس تاع المواطن الجزائري. اليوم احنا ما نقولوش موالفين، اليوم ربي يسترك غدوة بالك تكون كارثة. يعني باش يعرفوا بلي ان السباحة في مثل هذه المجمعات المائية ليست كما السباحة هي في البحر. نعرفوا بلي الكثافة تختلف تماما. اكيد نحن نعرفوا بلي ان الكثافة تاع الماء تختلف يعني من البحر الى السدود الى المجمعات المائية، بحكم ان البحر عنده يعني من الملح اللي نقصته من الكثافة باش ما تدخلوش يعني في الكيمياء. يعني تكون السباحة فيه يعني تكون خفيفة، وتقدر يعني حتى ولو تبعد يعني بنقولوا 30 متر الى 40 متر تقدر تعاود تولي الى الشاطئ. لكن والمجمعات انه محروس ايضا، ومحروس ايضا يعني من طرفنا من طرف الاعوان الحمايه المدنيه، ولكن في مثل هذه الحراسه غير موجوده، الكثافه تاع الماء تكون كبيره، لهذا الثقل تاع الماء يكون احنا نقول بالعاميه البحر الماء تاع السدود يكون ثقيل. صافي السباحه تبذل جهد عضلي كبير جدا في عمليه السباحه، في عمليه السباحه، واللي ما يكونش رياضي ما يكونش الى غير ذلك، حتى تكون رياضي ترهق اذا قطعت مسافه ساعات. اذا قطعت مسافه طويله سوف يعني العوده تاعك تكون يعني ثقيله جدا، وهناك يعني بعض كما نقولوا احنا لي كرومب، بعض الامراض الى غير ذلك اللي ما تقدرش تعاود تولي تفشل، لهذا نشوفوا الغرق. كما تفضلت كذلك الطين ولا الطين الموجود ده في طمي. الطمي هذا في يعني في السدود نعرفوا بلي انه هو يلصق يعني كي تحط الرجل تاعك ونعرفوا في هذا البراك نضيفوا حتى نصيبوا الحديد الى غير ذلك يصرى لك يعني جرح يعني الامر هذا يفسر ايضا ربما حالات الموت المتلاحقه، يعني يكون انسان متعرض للغرق يجي انسان خوه او قريب ليه او شخص اخر يحاول ينقذه يموت معاه ايضا. اكيد ما يعني ما سجلناه في السنه الماضيه او في السنه ما قبلها يعني في ولايه المديه، نشوفوا باللي الابن غرق ثم الحق الاب تاعو راح باش يسلكه، زاد الاب تاعو غرق ثم ذهب العم الابن يعني اخو الاب هذا راح كذلك باش ينقذهم في زوج، زاد كذلك توفى هو كذلك. لهذا نقول لهم اللي ما يحسنش حتى تحسن السباحه، نحن دائما نقول في الحمايه المدنيه احسن سلوك حضاري احسن اعانه تعطوها الحمايه المدنيه وهي ثقافه التبليغ والتبليغ الفوري. التبليغ الفوري وهذا ما يمنعش باش تكون عندك كما قلت منذ قليل هذه الاذن الساغيه، وانا دائما نقولها في حملاتنا التحسيسيه والتوعيه عندما نخرجوا للمواطنين، انا نقول للمواطن انت اللي تكملني ماشي انا اللي نكملك، يعني انت الحلقه الاساسيه في هذه العمليه كاع. نحن الان متواجدين معك، نحن الان في البلاطو تلفزيون لمن؟ للمواطن الكريم. لهذا لازم تكون عنده هذا السمع ويعرف باللي واش انا نقوله الوعي هو في صالحه وفي صالح العائله تاعو. حنا كي نذهبوا نروحوا للمسطحات المائيه خاصة عندما في دخول فصل الصيف ونشوفوا الحالة درجة الحرارة ارتفعت كثير،
نتجه إلى هذه المسطحات المائية لنقدم التوصيات والتوعية لهذه الأطفال. لكن الغريب في الأمر نصيب هذه الأطفال مصطحبينهم الوالدين تاعهم، يعني الآباء تاعهم مصطحبينهم يعني في هذه الأماكن. نقول الأب تاعه يعني أنت ما تجيش، ويقول لك لا أنا معه معايا أنا نعس فيه. اليوم راك معاه أنت راك تعس في الإبن تاعك، غدوة الإبن شهية، غدوة الإبن تاعك راح يولي المكان هذاك بدونك أنت. فعلا بدونك أنت، اسمع أنت اللي راك وريت له الطريق وين راح يذهب، وين راح يستمتع بالمياه. لهذا نقول لهم احنا مش بنمتش النصائح. في بعض الأحيان يقول لي وش الإسعافات الأولية، نقول ما نعطيكش الإسعافات الأولية. هذه السباحة في هذه الأماكن المكان هذا الخطر ممنوعة منعًا باتًا. إذا تكلمت حضرة النقيب على المناطق الداخلية وتكلمت على المدية وكثير من المناطق الداخلية الآن لله الحمد نقولوها للذين يعلمون والذين لا يعلمون أنه كثير من البرامج الخاصة بالبلديات خلال موسم الاصطياف تسطر رحلات. نتكلم ربما لبعض العائلات اللي ما تقدرش تتنقل بمفردها جماعيا واللي ما عندهاش الوسائل ربما المتاحة باش تذهب بالعائلة كاملة للبحر. الآن هناك مخطط بلدي يتم تسجيل في فترات معينة يعلن عنها في المساحات البلدية المعروفة، والآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهذه البلديات والجماعات المحلية عن تنظيم رحلات منظمة للأطفال نحو الشواطئ. الأجدر بالعائلات هذه أنها من الآن تسجل أولادها لهذه الرحلات، يمكن رحلة أو رحلتين في الأسبوع، لا أدري كم يعني عدد الرحلات اللي تقوم بها هذه البلديات على حساب الوسائل المتاحة لها، أسلم وأنجع من الذهاب إلى مثل هكذا مسطحات اللي ربما في غالبيتها تعني الموت. لو زيد على ذلك ليس إلا البرامج هذه التي تنقل فيها العائلات الجزائرية إلى 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 الشواطئ. أنا نزيد لك على ذلك، هنا الآن هناك بعض البلديات نقولها يعني بكل افتخار، يعني الدولة الجزائرية دارت يعني أموال كثيرة في فتح المسابح في البلديات. البلدية المسابح البلدية. هناك بلدية من توجد فيها مسبحين. جميل جدا. لا مسبحين هو كان مسبح. مغطى أو غير مغطى. مغطى أو غير مغطى هو مكان. وفيه حماية. ومنظم في حماية في حراس يعني في. بارك الله فيك. الحراس يعني في المسابح هذه. لكن الغريب في الأمر بدأنا نسجل في هذه السنوات الأخيرة حتى المناطق حتى الولايات الساحلية التي تحتوي على البحر نسجل فيها يعني عدد الغرقاء في المجمعات المائية. يعني ما يفضلش يروح إلى البحر، ويفضل يروح إلى يعني إلى هذه المجمعات المائية مثل ما سجلنا في ولاية بجاية في السنة الماضية. بجاية يعني ولاية ساحلية بامتياز، يعني الشواطئ تاعها جميلة جدا. لكن نشوف يعني بعض الأشخاص يريدون التوجه إلى هذه المجمعات. لهذا نقول لهم من هذا المنبركم يعني القيم، نقول لهم لأن هذه السباحة هي خطيرة جدا، سواء على صحتك على ما تحتويه هذه المياه من الميكروبات إلى غير ذلك، وكذلك على حماية الروح تاعك ولا على الابن تاعك. لهذا نقول باللي في السباحة في هذا ممنوعا منعا باتا، لا يجب أن نتجه سواء الطفل الصغير أو مع والديه ولا مع العم تاعه ولا مع جده ولا مع أي كان إلى هذه المناطق مهما يكون السن تاعك، يعني صغيرا ولا كبيرا. يعني نفضل تروح إلى مسبح يكون محروس، إلى شاطئ يكون محروس. جميل. أنت في أمان، أنت في أمان. وحتى نحن يعني النفس الجزائرية يعني غالية جدا علينا، سواء نحن الحماية المدنية عندما نتدخل، ولا حتى المسؤولين سواء المدير العام تاعنا ولا الوزير الداخلية ولا حتى رئيس الجمهورية. والله كي يشوف مثل الحوادث يتأسفون جدا. فعلا. يعني ما نقدمه من مجهود نحن كحماية مدنية، وكذلك يعني شركائنا الفعالين يعني في كل كذا، سواء وزارة الصحة وزارة التربية. ذكرك منذ قليل رقم 84 غرق أغلبهم الأطفال في هذه المسطحات، مريب جدا. أكيد. حضرت النقيب حتى نختم الحديث عن التحضير لموسم الاصطياف والشواطئ، أكيد أن تنسيق قطاعي ومع كثير من الهيئات للحماية المدنية ضمن مخطط عام مدروس تقوم فيه كل هيئة نظامية، كل مصلحة، أيضا الجماعات المحلية ربما، بتجهيز كل الشواطئ بكل المستلزمات دائما لراحة المصطفين. أكيد. هي الآن هناك لجنة مختصة يعني في كل الولايات الساحلية، وهي 14 ولاية ساحلية، ونعرف بأن الخط الساحلي كما تفضلت أنت منذ قليل نقول لك أكثر يعني تقريبا يعني 1400 تقريبا يعني 1400 يعني كيلومتر، يعني هذا الرقم ماهوش سهل.
باش تحرس انت كل الشواطئ، لكن نحن بجهودنا المتضافرين يعني كل مؤسسات الدولة نحن موجودون في الميدان حتى نحافظ يعني حتى نحافظ يعني على سلامة المصطفى أو سلامة يعني المواطن أو العائلة الجزائرية. يعني كل هذه التضافر الجهد يعني في يعني تصب يعني في صالح المواطن الجزائري. وهناك كذلك من الشرطة الإسلاك الأمنية الشرطة الدرك الوطني نصيبهم كذلك يعني في الشواطئ. قلت لك هناك تفتح لجنة للتحضير موسم الاصطياف تكون على الجماعات المحلية يعني في الولاية اللي يشرف عليها السيد الوالي، وهناك لجنة سواء احنا الحماية المدنية الشرطة الدرك الوطني الحماية المدنية كل هذا يشوفوا يعني يذهبون المصالح البيئية كذلك اللي يشوفوا الماء هذا إذا كان صالح أو مش صالح، لأن هناك بعض تساؤلات المواطنين يقول لك هذا الشاطئ هذا فيه الرمل هايل يعني شباب هايل يسمحوا لي بالعبي حتى باش يفهمني، يقول لك علاش علاش ما تحلوهناش، لأن هناك تحاليل لمياه البحر التي تقام قبل يعني موسم الاستياف وأثناء موسم الاستياف اللي تقوم به الدولة الجزائرية يعني تحليل الماء البحر كي نشوفوا فيه يعني غير ملائم اللي تمنع الدولة الجزائرية من عدم الاستياف أو عدم السباحة فيه. تدرس قلت لك يعني كل ولاية ساحلية كل الشواطئ وتشوف هي تقرر يعني شكون هي الشواطئ اللي تكون مسموحة وغير مسموحة، وفي غالبية الأمر يعني الشواطئ الغير مسموحة هنا في الجزائر هي الشواطئ الصخرية واللي نشوفوا كثير من الشباب يتوجهوا إليها، ولهذا اللي كان عدد الوفيات تاعهم يعني 42 عفوا كلها تقريبا في الشواطئ الصخرية اللي تكون خطيرة جدا فيها السباحة. ولما نتكلم على الشواطئ المسموح السباحة فيها أكيد أننا نتكلم أيضا على تهيئتها، كي نقول التهيئة بما فيها الطريق المؤدي إلى هذه الشواطئ، تهيئة ربما المرافق الخاصة بالحظائر وغيرها من ربما المياه المستعملة أثناء الدخول والخروج وغيرها. ولما نتكلم على هذه الإجراءات كلها مساعدة، لما يكون شاطئ لا قدر الله فيه مصاب مسعف عملية نقله إلى المستشفى تكون سلسة، على خلاف شاطئ صخري ربما في منطقة صعبة الوصول إليها لتطلب وسائل أعمق. بالحديث عن مخطط عمل الحماية المدنية في فصل الصيف دائما محاور أخرى للعمل، لا أقول تنهك الحماية المدنية لأنهم كلهم استعداد وكلهم جاهزية وثقتنا في وسائلهم وتجهيزاتهم وجاهزيتهم دائما كبيرة. الحديث عن المحاصيل الزراعية التي قد تتعرض ربما لبعض الأخطار، ونحن طبعا مع الأمطار الأخيرة نترقب بإذن الله موسما فلاحيا ومحاصيل ناجحة بإذن الله، ولكن مع ذلك فتح العين ربما للمراقبة أكثر من بعض الأخطار التي قد تحدق بهذه المحاصيل، واجب النظر إليها بعيون حماية المدنية. شكرا جزيلا على هذا يعني المدح هذا، لكن دعني أن أقول يعني بشرة يعني للمواطن الجزائري ما يعني اللي قالوه للفلاحين. احنا بدينا يعني الحمله الوطنيه الحمله يعني للولايات الصحراويه للولايات الجنوبيه في المحاصيل الزراعيه اللي قلنا بدينا فيها في اول يوم من شهر رمضان، وكانت الانطلاقه تاعها يعني من ولايه اضرار كذلك غردايا ورقلة. يعني شفنا يعني الفلاحين استبشروا بنا خيرا، قالوا بلي هذا العام يعني المحاصيل يعني جيده جدا ان شاء الله يعني. ان شاء الله يعني بشره ساره، لكن نريد ان دائما ان نرافق الفلاح تاعنا خاصه في المحاصيل الزراعيه خاصه في القمح الى غير ذلك، ونعرف الان هي الازمه يعني الازمه العالميه اللي راهي الان متواجده على القمح الى غير ذلك. نريد هذه السنه ما أصر عليه يعني السيد ينجح الموسم 100%، أنا أصر عليه السيد المدير العام للحماية المدنية بمرافقة الفلاح يعني شبرا. قالنا لو كان تروحوا شبر في المناطق يعني قال الولايات الجزائرية تروحوا شبرا حتى نرافق الفلاح في كيفية المحافظة على المحاصيل تاعه. وهكذا احنا نكون كجهاز حماية مدنية يعني شاركنا في الاكتفاء الذاتي تقريبا أو دعم الاقتصاد الوطني. ودعم الاقتصاد الوطني. لأن المنتوج إذا ما تحماش موش منتوج. أكيد، لهذا نقترب من الفلاح ونقوم معه بدورات تكوينية في عين المكان. وكذلك من بين القرارات تاع السيد المدير العام قلنا بأن لازم تكون أبواب الحماية المدنية مفتوحة لكل الفلاحين. هذا ما نقوله للفلاحين باش يمشيوا الهضرة لكذلك الفلاحين الآخرين. ابواب الحمايه المدنيه مفتوحه حتى للمستعملين الالات اللي ربما الالات الحصاد اللي ربما يعرفوا شوي سخانه في فتره الصيف. اكيد احنا دائما تقريبا يعني تقريبا كل حرائق تاع المحاصيل الزراعيه تقريبا تكون يعني السبب تاعها هو المكنة. يعني المكنه هذه المكنه خاصه. لهذا نقول للفلاح
نعرف الفلاح باللي كاين اللي عنده المكنه تاعو اللي يقوم بالصيانه تاعها يعني دوريا الى غير ذلك، مي كاين الفلاح اللي ما عندوش يروح يقتنيها ويحكريها يستأجر هذه المكنه. لهذا نقولوا لازم تفرض على صاحب هذا باش يعطيك باش تشوف بلي هذه المكنه هذه خدات ديجا الى التصليح الى معاينه الى غير ذلك الى غير ذلك، خاصه التنظيف حتى باش يفهمني الفلاح ولا يشوف فيا الفيتر هذاك تاع الاله هو الكارثه الذي يسبب دائما في الشرارة الكهربائيه والخيوط الكهرباء التي تمر في منتصف الحقول هذيك اللي تستعمل للرش ولسقي هذه يعني هذه الاراضي الفلاحيه. قلت لك نقوموا بالتكوين في كيفيه الاطفاء يعني الفوري سواء في الاستعمال، ونلزم على كذلك على اللي تكون عنده الاله اللي كنت تلحظ نلزمه وليس ننصحه بل نلزمه بتكون عنده مدفعه حتى اذا كان احنا نعرفوا لا قدر الله نعرفوا باللي يعني التعبير المجازي احنا يبدا صغير ويكبر الحريق يبدا صغير تقدر تطفيه بكاس تاع ماء يعني ربع ساعه ولا لو كان تجيب 20 شحنه ربما اشتر وما تطفيش خاصه اذا كان يعني العوامل المناخيه ملائمه مثل الرياح الى غير ذلك نشوفوا باللي الانتشار يكون سريع جدا. لهذا قلت لك ندير لهم فترات تكوينيه كيفيه استعمال هذه المدفعات كيفية الاستعمال تاعها، كيفية الإبلاغ، كيفية يعني تكون الصهاريج يعني الصهاريج تاع المياه تكون محادية لهذه الأراضي عند يعني في الحصاد، نجرب هذه السيتان هذه ولي موطوبوم تاعنا المضخات هذه نجربها باللي تمشي باللي فيها الوقود فيها إلى غير ذلك، باش نعرفوا باللي لي موطوبوم يمشوا بالليسونس ولا بالغازوال، نجربوهم نعرفوا باللي فيهم الوقود ونجربوا باش إذا كان وحتى الانابيب التويو تاع هذيك يكون ما يكونش يعني ملوي باش ما يسرقناش كثير من الوقت. ما نتكلمش حنا الحمايه المدنيه باسكو حنا عندنا خبره وعندنا التكوين في هذا، يفتح التويو تاعو يجرب ويبدا في موسم الحصاد. اذا تعدل عليه كاع الامر الى غير ذلك نحن الحمايه المدنيه موجودين باب مفتوحه اقرب اليه نقدر حتى ندير لك جهاز امني يعني في موسم الحصاد اذا كان عندك اراضي كبيره جدا هذا الكل كاع باش نحافظ على الوطن ونشوفوا يعني الجهودات يعني تاع الحكومه تاعنا باش راهي باش تحافظ على هذه يعني ولو سنبله واحده يعني عندها النفع تاعها للمواطن. لهذا نقترب دائما الى الفلاح ونقول كذلك الفلاح يقترب الينا والارقام تاعنا معروفه دائما سواء رقم النجده 14 او الرقم الاخضر 10 21 يجي عندنا الى الوحدات نكونوه نعلموه نتنقلوا معه حتى الى المكان الى الاراضي تاع الحصاد. يعني نحن هنا في خدمتكم ولي يعني المحافظه على اقدر ممكن من هذه المحاصيل للاقتصاد تاع الوطن تاعنا. عملكم كبير حضره النقيب مراد يوسفي اكيد وخير بلادنا ثاني كبير لما نتكلم على الحصاد وموسم الحبوب، نتكلم ايضا على النخيل سواء في واحاتنا بالجنوب او نتكلم على الغابات والمحافظه عليها، مانيش عارف تحبذ نروحوا للجنوب ولا للشمال نبداو في الحفاظ على الواحات او حرائق الغابات. والله نبدا بالجنوب انا نعز الجنوب كثير نحبه. اذا حديثنا عن حمايه الواحات واحات النخيل حتى ربما في فصل الصيف اللي يعرف الجميع انه تزداد الحراره ودرجات الحراره بشكل اقول لافت في صحرائنا، الامر اللي يخلي ايضا مساله حمايتها وحمايه الواحات واجبه والحمايه المدنيه لله الحمد ايضا مستعده وواجده. اكيد في يعني في واحات النخيل ولا في المناطق الجنوبيه الصحراويه نعرفوا بلي ان موسم الاصطياف يبدا مبكرا جدا، ولهذا كنا انطلقنا في حمله تحسيسيه توعيه يعني في المحاصيل الزراعيه في الجنوب للمناخ يعني كما نقولوا حنايا يبدا على شكل مبكر جدا الحراره تاعهم. لكن في الواحات يعني النخيل كذلك نشوفوا اذا تكلمنا بلغه الارقام يعني اكثر من 11000 يعني نخله يعني احترقت في السنه الماضيه في 11000 نخله يعني في سنه 2021. لكن دائما نقول رقم تقربنا الدائم والمستمر يعني مع اصحاب هذه البساتين والواحات تاع النخيل لنتقربوا اليهم حتى نعطيو لهم ما هي المعايير كيفاش حتى اللي يريد ان يزرع زراعه النخيل في البدايه تاعو حتى باش يحافظ على مسافه الامان بين النخله والنخله. نعرفوا اذا كان عنده ارض صغيره يقرب بزاف النخل وهذا حيضره كثير سواء ربما مانيش خبير ربما حتى في المنتوج تاعو، ولكن حتى اذا كان هناك لا قدر الله
الحماية تاعها إذا كانت نشوب حرائق، إذا كانت نشبة حرائق ولا إذا كانت النخيل ملتصقة بعضها بعض، عرف باللي كل بستان راح يروح لك يعني في سويعات من الزمن. لهذا نقول لهم حتى في الزراعة تاع النخيل احترام المسافة الأمنية يعني بين نخلة ونخلة، ترك بعض المسافة يعني حتى باش يقدر يجوز يعني يمر الجرار إلى الجرار، إذا كانت هناك يعني حتى باش ندير الخط يعني الأمني باش ما تنتقلش يعني من النصف الأول إلى النصف الثاني أو من الربع إلى الربع الآخر إلى الربع الآخر. كذلك تنقية البساتين هذه بصفة دورية، خاصة من هذه الحشائش الصغيرة اللي تنبت على حواف يعني النخلة النخيل اللي نعرفوها باللي في فصل الصيف اللي تكون ترتفع درجة الحرارة تجف يعني الماء تاعها، حتى باش يعرفوا كيفاش تجف وحتى يقول لك انا نسقيها كي تكون درجة الحرارة راح الماء اللي يكون في النبتة هذيك راح يتبخر وراح النبتة هذه تصبح شبه يابسة قابلة للاشتعال يعني في اي درجة. ونعرفوا بلي ان درجات الحرارة في الفصل الصيفي هي عالية في الجنوب، لكن هناك في بعض الايام التي تفوت يعني المعدلات الاحتيادية تاعها، اذا كان 45 درجة في بعض الاحيان تلحق حتى 52-54 درجة يعني في فصل الصيف يعني في بعض الايام، هذا ما تسبب في يعني اشتعال النار الى غير ذلك. اذا اسباب حضرة النقيب قد تتعلق بالجانب البشري وغير البشري. اكيد يشوف في الحرائق كلها سواء في حرقة النخيل او حرقة الغابات هناك يعني عمل مباشر وغير مباشر. العمل يعني الغير مباشر وهي الحالة الطبيعية سواء الاحتباس الحراري، تكلمنا على الاحتباس الحراري نشوفه حتى يعني ليس إلا في الجزائر بل في كل دول العالم، هناك يعني المناخ يعني تغير كثير يعني بالسنوات السابقة يعني ارتفاع في درجة الحرارة كبير، نشوفه في فصل الشتاء يكون بارد كثير، هناك ثلوج إلى غير ذلك اللي ما كناش معتادين بهم يعني في زمننا القديم. لكن هذا ما يمنعناش إذا كنت قدرت كل سلامة راك حتى تتجاوز على الأقل يعني 80 ولا 90% من مخاطر نشوب الحرائق. إذا تكلمنا على السبب الغير مباشر هو اللي يدخل فيه الإنسان حتى يعني في الإنسان اللي نعرفه متفق عليه يعني متفق فيها عالميا ليس إلا في الجزائر ليس متفق عليه عالميا، تقريبا 90% من حرائق الغابات وهو سببها الإنسان مثل بقصد أو بغير قصد مثل حوادث المرور يعني تقريبا نفس الشيء يعني بقصد أو بغير قصد بدون قصد. واش نحن نقوله يقول بدون قصد كيفاش واحد يشعل النار يعني مواطن يشعل النار بدون قصد؟ لا مش تشعل النار بدون قصد، هناك يرمي هذه النفايات العشوائية داخل المساحات الغابية أو على حواف الغابية. والعملية الشواء في الفضاءات الغابية اللي يحبذها الكثير وما يخلطش الاحتياطات اللازمة، وكان اللي رحنا لهم يعني كان اللي رحنا لهم حتى في المناطق الغابية وين تكون هناك المنتزهات العائلية اللي نكون متواجدوا تماك اللي يديروا عملية الشواء، بعد يقول لك أنا رفدت القارورة تاع الماء وكبيته على كاع الجمر. احنا نعاودوا نبينوا لهم باللي الجمر هذاك مازال مشتعل. كي تكون جمرة كبيرة نقسموها لهم على اثنين ومن بعد يشوفوا الجمرة حمراء لداخل الحمراء، نعاودوا نجيبوا له الشيشوار ونعاودوا هذاك اللي رمى عليه الماء نعاود نجفوا يعني بالريح تاع الشيشوار هذاك، ومن بعد يشوف الجمر تاعو يعاود يشعل. والله غير يعني ينبهروا من هذا. لهذا نقول لهم الحمد لله الان هناك مع مصالح الغابات يعني كان هناك قانون يعني ممنوع منعا باتا اشتعال حتى الجمرة تقوم بعملية الشواء داخل الغابات، ممنوع منعا باتا يعني سواء تكون بمفردك او مع العائلة تاعك ممنوع، حضر الاكل تاعك في المنزل وارواح خويا تنزه وما تشعلش النار. هذه من ناحية الشواء. من ناحية رمي القارورات نعرفوا القارورات البلاستيكية او القارورات تاع الالومنيوم اللي فيها المشروبات الغازية او العصائر اللي فيها مادة الالومنيوم اللي انت ترميها فوق الاعشاب، ونشوفوا كاع الغابات تاعنا بلي انها تحتوي على كسوة يعني تكون تحتوي فيها اعشاب يعني يابسة مع اشعة الشمس، هذاك الانعكاس اللي يولد شرارة. كذلك من بين المسببات يعني تاع اللي باش تشعل النار في الغابة وهي تساقط الحجارة عند الاحتكاك، هذه الحجارة الاحتكاك في بعضها بعض تسبب يعني هناك يعني شرارة اللي تقدر يعني تشعل لنا النار. لكن إذا تفادى الإنسان ونقى يعني المحيط تاعو، واللي نشكر كذلك بالمناسبة يعني السكك الحديدية اللي بدي بشرت منذ أيام قليلة يعني في حتى المصالح المحلية في تنقية كل السكك الحديدية، نعرفوا حتى يعني القطار تسبب كذلك عندما تكون فيها حشائش يعني في السكك الحديدية كيمر القطار
هذاك الفروتمون هذاك الاحتكاك بين الحديد مع الحديد يسبب شراره وتقدر تشعل في الحشيش هذاك وتقدر تمر الى الغابه. يعني الغابه يعني هذه يعني المسببات يعني اللي نعرفوها يعني بصفه عامه. اذا رمي الفضلات عشوائيا اللي ربما احنا تبنى باللي رانا رميناها ربما في المكان الحسن وننسى باللي هذا الغابة ايضا فضاء لعيش كثير من الكائنات وكثير من الحيوانات اللي ربما يعني بطريقه غير مباشره تبعثر هذه الفضلات من جهه تكون باب للشراره او من جهه اخرى تكون ايضا ربما سموم لبعض الحيوانات اللي ربما ما تحملش الانواع الغذائيه هذيك اللي نرموها. ربما المختصين يعرفوا اكيد انه هذا الامر، ولكن احنا واش يعني يكلفنا لما نجمع شويه القمم اللي درناها وندوها معانا ونرميوها يعني في المساحات العمرانيه المعروفه اللي مضارين يعني نرموا فيها النفايات المنزليه. اكيد والله، حتى يعني خاصه في المساحات الخضراء ولا في الغابيه اللي تكون تقصد هنا هو يعني يكون منتزه للعائله الجزائريه، حتى في العمليات التحسيسيه حتى عمال البلديه والله مشكورين يقوموا بعمل مجهود يعني في تنقيه هذه المساحات. لكن نقول حتى المواطن هذا كما تفضلت سيدي الكريم ما فيهاش يعني عيب عندما تكمل يعني النزهه تاعك مع العائله تاعك تجمع وتاكد سيدي الكريم سوف حتى الابناء تاعك يكونوا فخورين يتعلموا هذه الثقافه ويكونوا فخورين اكثر، يكونوا فخورين بالاباء سواء بالاب تاعو ولا بالام تاعو، كيشوف هذاك السلوك الحضاري يشوف الاب تاعو ولا يلم هذاك يعني هذيك الفضلات اللي قاعد اكرمكم الله في كيس ويضعها. من المهم ما تخليهاش المكان تاعك، ان تضعها في المكان المناسب تاعها، هذا هو الشيء المهم. هذا في الشيء المهم حتى يعني في المنازل تاعنا اذا بالك خرجنا قليلا من الموضوع نشوف ان حتى رمي الفضلات لديها اوقات محدده حتى يعني في الاحياء ونسكنوا، ومن بين اسباب هذه الفضلات اللي يعني تقومنا بتسديد البلوعات واللي يصرونا الفيضانات. لهذا نقول بان رمي الفضلات اكرمكم الله يكون في الوقت تاعها وفي المكان يعني المحدد لها حتى نتفادى كل هذه المشاكل. الحديث عن الاستعدادات والحلول ايضا المرافقه لحرائق الغابات ما دام تكلمنا عليها اكيد هو يعني الجهاز يعني الامني المسخر هناك جهاز امني ووقائي. تعرف بلي ان عمل الحمايه المدنيه له يعني ذو شطرين، الشطر الوقائي والشطر التدخلاتي. اذا تكلمنا على الشطر الوقائي سوف تبدا يعني ابتداء من يوم 16 ماي هناك يعني حمله واسعه النطاق في كل يعني الولايات الوطن يعني على حرائق الغابات يعني كل الحوادث التي تسرى يعني في المواسم الاصطياف في مواسم الاصطياف. هذا من ناحيه الوقائيه، وسوف تكون هناك يعني خاصه للقرى او المداشر التي كنت تكون محاديه الى الغابات او داخل الغابات، سوف تكون هناك يعني دورات تكوينيه معهم في كيفيه اجلائهم اذا شفنا يعني اذا كانت هناك نار قريبه لهم، ولا كيفيه نتم اجلائهم الى مكان امن، لكن في وقت يعني محدد بيكون صغير جدا. لهذا نقول لهم باللي لازم يتمشوا معنا في هذا التدريب، واللي نقوموا فيه في التدريب لازم هو اللي يكون في الميدان، يعني ما نصيبوش العكس. هذه من بين يعني الحلول اللي نقوموا بها يعني في الوقايه، هذه العمليه التدريبيه والتوعيه والتحسيس خاصه اللي يسكنوا في محدات يعني الغابات او داخل الغابات. فيما يخص الجهاز الحمايه المدنيه يعني كما جرت العاده يعني هناك يعني اكثر من 65 رتل متنقل، يعني نعرفوا بلي الان زدنا هذه السنه الله يبارك يعني 10 ولايات اصبحوا عندنا 50 ولايه، لكن هناك بعض الولايات ما يتميزون برتلين لمساحه يعني الجغرافيه الغابه تاعهم الى غير ذلك. وهناك اكثر من 505 وحدات ثانويه يعني جاهزين حتى تدخل، تكون عندهم مساحه غابيه قريبه لهم متواجدين بكل المعدات وكل هكذا. كذلك التدريب حتى الاعوان تاعنا احنا عندنا تدريب خاص لمكافحه حرائق الغابات. جميل. مستوى اول، مستوى ثاني، مستوى ثالث ومستوى رابع. المستوى الاول للاعوان، والمستوى الثاني للصف الضباط
والملازمين صف للمستوى الثالث والرابع عندهم كفاءة جدا مهمة. وكذلك يعني استلمنا الحمد لله من المؤسسة العسكرية مؤخرا في 2020 186 يعني شاحنة خفيفة لمكافحة حرق الغابات يعني المصنع اللي موجود في تيار لتابع الجيش الوطني الشعبي. يعني الحمد لله الإمكانية المادية الأمر أيضا بوسائل أخرى بما فيها الجوية الوحدة الجوية تاعنا عندنا 6 هليكوبتر الذي شاركوا في السنة الماضية وسوف يشاركون هذه السنة كذلك في يعني الحرق الغابات في المسالك اللي تكون واعرة أو في السلاسل الجبلية لنعرفوا الشحنة تاعنا متشعبة. وزيد على ذلك يعني قرار تاع رئيس الجمهورية تاع السنة الماضية فعلا. في اقتناء طائرة جديدة لتعزز هذه الأسطول إن شاء الله. إذا لحقوا يعني في هذه السنة سوف نكون يعني الوقت يداهمنا حضرة النقيب والكلام أكيد أنه فيه أهمية كبيرة وتفصيل مازال يتطلب أيضا تفصيل وبإذن تفصيل. الله فضاءتنا دائما مفتوحة بالحديث عن هذا الاستعداد وجاهزية الحماية المدنية. أنا استغل الوقت المتبقي للحديث على الأقل على بعض النقاط اللي تخص مثلا أيضا التسممات العقربية في كثير من المناطق الداخلية والصحراوية اللي تكثر في موسم الصيف خاصة. أكيد التسممات العقربية كذلك نخصص لها يعني حصة يعني كبيرة في التوعية والتحسيس للمواطنين وكتعدنا يعني قافلة تجول يعني هذه المناطق سواء كما تفضلت الداخلية أو الصحراوية حتى نعرفهم كيفية يعني كيفية التطهير المكان. نعرف بلي أن العقرب يعني إذا كان يعني المكان يعني مطهر يعني وكان نظيف يعني ما يتوجهش هذه العقارب. نقول لهم كيفاش يعني قبل كي تنوض في الصباح خاصة المناطق الصحراوية قبل ما تلبس صباطك لازم تشوف أكرمكم الله قبل لازم تشوف داخل يعني داخل الحذاء تاعك داخل الصباط تاعك إذا ما كانش موجود عقرب. كذلك تنظيف الغرف تنظيف المحيط تاع المنزل عدم ترك يعني الفراغات يعني في البناية باسكو العقرب يسكن يعني في هذيك الحجارة يعني في الثقوب هذيك إذا كانت هناك ثقوب لازم تسدها. الحمد لله الآن هناك معدات تباع يعني هناك يعني مصابيح يعني مخصصة باش تكتشف بها العقرب يعني اللون تاعو يبان إترافيولي يعني كيسموها باللغة الفرنسية إترافيولي باش تشوف يعني في المكان فوق البنفسجية إذا كنت في المكان يعني مظلم يعني دير لامب تاعك هذيك تجوز على المكان هذيك يقدر يأشر لك إذا كان وجود عقرب إلى غير ذلك. يعني بين التبسيط واش هي الإسعافات الأولية وكيفاش نقوم مهم جدا كيفاش نقوم بالإسعافات الأولية يعني حتى تنقل إلى المستشفى هذا ولان تلقى استحسان كبير يعني من أحبائنا والمواطنين يعني بالمنطقة الصحراوية يعني دائما في هذه القافلة للتجول تقريبا كل بلديات وليس كل الولايات كل بلديات الولايات الجنوبية حتى تنبه يعني المواطن في هذه التسممات العقربية. والحديث عن التسممات العقربية أكيد أنه أيضا كبير ومفتوح ونذكر بكل الجهود المبذولة لتقليل حالة الوفيات لله الحمد. لو نتكلم على الوفيات من التسممات العقربية خلال العقود الماضية اللي كانت تفوق ربما 200 حالة و300 حالة ربما في موسم الصيف الآن بعد تضافر الجهود أيضا التحسيسية والوقائية وأيضا توفير اللقاحات اللازمة لكل المستوصفات والمستشفيات القريبة من كل التجمعات السكانية زاد يعني في أمان الأمر. أكيد الحمد لله لأن يعني المستشفيات تاعنا في المناطق الصحراوية أو كما يقولوا البوليكلينيك اللي موجودين يعني في البلديات خاصة في المناطق الصحراوية وين تكون يعني هذه التسممات العقربية يعني الآن الحمد لله يعني عندهم كاع هذه يعني المضادات الحيوية يعني ضد هذه اللقاحات يعني ضد السموم هذه من جهة. وكذلك هناك بعض يعني الشبان الآن متطوعين اللي نشكرهم كذلك من هذا المنبر الذين يقوم يعني بجمع هذه يعني يديروا خرجات ميدانية لجمع هذه يعني العقارب يعني يجمعوا العقارب وعندهم يعني واحد الاختصاص يعني يبهروك يعني كي تشوف يعرفوا حتى المكان تاع العقرب بلا ما يشوفوه يقول لك هناك يعني العقرب متواجد ويلموا كثير وراهم يشاركوا به يعني حتى مع يعني مع معهد باستور في صناعة الأدوية إلى غير ذلك حتى باش نشكرهم كذلك. يعني هذه كل هذه تضافر الجهود يعني تاع المؤسسات. أنا ما نقولش الحماية المدنية لوحدها لكن مديرية الصحة كذلك هناك من الأطباء هناك يعني بعض يعني ليزانفيرمي اللي يشاركون الممرضين يشاركون في عمل التحسيس والتوعية يعني هذه كتوف التكتف تاع الجهود تاع الدولة الجزائرية
حتى يعني باش نحمي المواطن. كل شكر لك حضرة النقيب مراد يوسفي المكلف بالاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية على كل هذا التفصيل وكل شيء جميل في بلادنا. ربما حتى حديثنا عن التسممات يقودنا لأفكار أخرى الجمع وعملية التداوي. كل شكر لك حضرة النقيب مراد يوسفي على كل هذا التفصيل. شكرا. مجددا مشاهدينا الكرام إلى غرفة الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية، أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال ترأسه أمس اجتماعا لمجلس الوزراء أن استحداث الولايات الجديدة يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن وتقريب الإدارة منه، مشددا على مواصلة عملية إعادة توجيه الموارد البشرية لفائدة الولايات الجديدة واستحداث أرضية تتيح تحديد المناصب تماشيا مع الكثافة السكانية وغيرها من التعليمات التي أسدها رئيس الجمهورية. أهم ما جاء في بيان مجلس الوزراء في هذا التقرير للزميلة فتحية بالعالية. تناول مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي أصدر رئيس الجمهورية تعليمات لمواصلة إثرائه لعرضه في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس 19 مايو من السنة الجارية. وفيما تعلق بمشروع القانون الخاص بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، دعا رئيس الجمهورية إلى توضيح الرؤى بشأنه تشجيعا للمتعاملين الاقتصاديين مع مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ونشرها في مرسوم تنفيذي حفاظا على الإنتاج الوطني وتشجيعه وخلق نسيج صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق الوطنية. كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة بضرورة اغتنام تقلبات السوق الدولية وارتفاع أسعار المواد الأولية للتوجه إلى تطوير السوق الوطنية من خلال استغلال المواد المنتجة محلياً. وفيما تعلق بملف الولايات الجديدة، أمر السيد الرئيس بمراعاة عمل مسقط الرأس للموظفين المحولين من الولايات الأم وإمكانية فتح باب التوظيف عند الحاجة عن طريق المسابقة. وبخصوص منجم الحديد جرج بيلات، وافق المجلس على انطلاق المرحلة الأولى من هذا المشروع الاستراتيجي الهام لما يمثله من مصدر هام لمداخل البلاد، وذلك بعد جملة من التعليمات والتوجيهات أسداها السيد الرئيس، أبرزها التأكيد على مساهمة المشروع في استحداث مناصب عمل جديدة وتحديث شبكة نقل مواكبة للمشروع وتسريع الانطلاق في إنجاز خط السكك الحديدية بين ولايتي تندوف وبشار. وبخصوص المشاريع الاستثمارية العالقة، وجه رئيس الجمهورية تعليمات لإعادة بعثها لاستحداث مناصب شغل جديدة. مجلس الوزراء وافق على برنامج الرحلات الجديدة تحسباً لموسم الاصطياف، ورخص للخطوط الجوية الجزائرية لشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة سيما نحو بلدان إفريقية وأسيوية، بالإضافة إلى اقتناء بواخر لنقل المسافرين والسلع والحبوب، وكله تدعيماً للأسطول الجوي والبحري للجزائر. في التعاون البرلماني، حل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أمس بالعاصمة النيجيرية أبوجا تلبية لدعوة من رئيس مجلس النواب النيجيرية فيمي غاباجا بميلا للمشاركة في أشغال مؤتمر رؤساء البرلمانات الإفريقية المقرر عقده ابتداء من اليوم تحت عنوان تعزيز الانتعاش الاقتصادي في إفريقيا لمرحلة ما بعد كوفيد من خلال القيادة البرلمانية. وبالمناسبة تلقى إبراهيم بوغالي تحيات رئيس مجلس النواب النيجيري فيمي غاباجا بميلا، وتبادل الحديث مع رؤساء المجالس النيابية الإفريقية. في التعاون، دائما استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة وزيرة الشؤون الخارجية للبوسنة بسيرة تيركوفيك. الطرفان تباحثا أفاق تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وجملة من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لتتوسع بعدها المباحثات لتشمل وفدي البلدين.
وبمقام الشهيد وضعت وزيرة خارجية البوسنة بسيرة تيركوفيك إكليلا من الزهور أمام النصب التذكارية المخلد لشهداء ثورة التحرير المجيدة. أشرف وزير العدل حافظ الأقطاب عبد الرشيد طبي رفقة كل من رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاجة ورئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر مامونية على افتتاح اليومين الدراسيين الدوليين حول دور قضاة المحاكم العليا في تسبيب القرارات وإعداد التماسات المنظمين من طرف المحكمة العليا بالتعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر والاتحاد الأوروبية. هذا وأكد وزير العدل في كلمة للمشاركين أن أولويات حركة الإصلاح والتغيير في قطاع العدالة هي بلورة سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع وحماية الحقوق والحريات. إن للقضاء دوره المتميز في حركة الإصلاح والتغيير والبناء الحضاري، ومن أولويات هذا الدور بلورة سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع وحماية الحقوق والأشخاص، حقوق الأشخاص وحرياتهم، والمساعدة على حل النزاعات التي تقع بينهم، مما يعني أن تجسيد هذه العملية يتطلب من القضاة الانخراط الجاد والواعي في هذا العمل، وتكون هذه المهمة أوسع وأكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بالمحكمة العليا، لأنها تعتبر الجهة المقومة أو الهيئة القضائية المقومة العليا في البلاد، التي أعطاها الدستور مكانة متميزة باعتبارها تمثل الهيئة المقومة لأعمال المحاكم والمجالس القضائية، كما أوكل لها مهمة لا تقل أهمية عن سابقتها، وهي ضمان توحيد الاجتهاد القضائي والسهر على احترام القانون وسيادته في المجتمع. قامت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريك اليوم بزيارة إلى الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية بالعاصمة، اطلعت خلالها على مستوى تكوين المرأة في هذا المجال. وزيرة التضامن أشادت بالمناسبة بالاحترافية العالية التي حققتها المرأة في سلك الحماية المدنية بكل تخصصاته، لا سيما في مجالات الطيران والطب والغطس والتسلق، منوهة أن عدد النساء في هذا المجال والذي يفوق 1600 امرأة في تزايد مستمر. في الحقيقة انبهرت لمدى احترافية المرأة في مجال الحماية المدنية في تخصصات كثيرة، في مجال الطيران، في مجال التسلق، في مجال الغطس، أيضا المواد الكيميائية، وهي أيضا تعمل جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل من أجل تلبية نداء الوطن في الزلازل، في الفيضانات، وهذا ما يقترب من طبعا اختصاصات قطاع التضامن الوطني في إطار طبعا التدخل في مجال الفيضانات والزلازل والكوارث الطبيعية. أشرف اليوم وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة الجزائر، أشرف على افتتاح الطبعة الأولى لندوة الجزائر الرقمنة التي تنظمها الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وهذا بحضور خبراء من المجال وممثلي عدة دوائر وزارية ومتعاملين اقتصاديين في مجال الرقمنة. وبالمناسبة أكد الوزير على تبني رؤية جديدة وتجسيدها ميدانيا للنهوض بالقطاع الاقتصادي وجعلها دعامة وركيزة أساسية لإنعاش هذا القطاع، وهذا لن تتجسد دون إشراك الفاعلين من القطاع العمومي والخاص. في مواطنة رقمية هادفة تسمح ببروز وثقافة رقمية تكون بمثابة الركيزة الأساسية لإنجاح التحول الرقمي المنشود. ستكون الغاية من الورشات المنظمة خلال هذه الندوة دراسة سبل وكيفيات تعزيز التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال، وكذا الخروج بتوصيات من شأنها دعم جهود الدولة في تطوير الرقمنة.
في إطار مواجهة ظاهرة التهريب والاتجاه بممتلكات الثقافية وحماية للتراث المادي وترقية للمجموعات المتحفية والمكتبية من خلال إعداد مشاريع الرقمنة والتكوين لمحاربة هذه الظاهرة، أشرفت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي على افتتاح فعاليات يوم تكويني وإطلاق منصة إلكترونية تم إنجازها بالتنسيق مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، وهذا بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر إليزابيث مور أوربين. لقد جاء في هذا المشروع الهام المتمثل في منصة تراثي تنفيذ الأهداف المذكرة التفاهم الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بفرض قيود استيراد بعض الممتلكات الثقافية التي جاءت في سياق اتفاقية اليونسكو لعام 1970. This photo guide is one part of the larger engagement. تعد هذه المنصة جزءاً من الالتزامات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، كما يضمن هذا المشروع إنشاء خطة على المدى الطويل لرقمنة الممتلكات الثقافية الجزائرية، والتي ستساعد على منع اللصوص من سرقة ونهب التراث المادي، كما ستسمح للوزارة بمشاركة تراثها وثقافتها الغنية على نطاق واسع. في الزيارة التي قادتها إلى ولاية أولى الجلال، عينت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي عدد من المراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة. شرفي نوهت بالمناسبة بجهود الدولة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع. والشيء مهم جدا أننا نتكلم على ضرورة التنسيق مع بين كل القطاعات في إطار خدمة المصلحة العليا للطفل، وأيضا المجتمع المدني اللي نحييه اليوم اللي كنا شفناه مقبل على مستوى اللقاء هذا. احنا دائما نقول أن المجتمع المدني هو شريك فعال وضروري ولازم مع كل قطاعات الدولة، ونتكلم أيضا على ناس الخير اللي ممكن أنهم أيضا يكون عندهم دور كبير في مجال حماية الطفولة. بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار مؤخرا بولاية تلمسان، امتلأت السدود الخمسة بأكملها، مما سيسهم في تحقيق مخزون وفير من المياه لاستغلال الفلاحين. الزميل بن يحيى عبد الجبار يفصل. في هذه الأرض الفلاحية الخضراء الملأ بالثمار، يبدو عبد الرحمن سعيدا وهو يتفقد محصوله الوافر من الفول الأخضر. ربي غاتنا وراني ننتج حوالي 150 هكتار وقادر ننتج أكثر. هنا في الحناية بتلمسان يجني هؤلاء محصوله من البازلاء مستبشرين بالإنتاج كما ونوعا. عندنا الفول وجد، عندنا الشلبان وجد، عندنا الفلاحة السريال، وربي أعطانا الخير في هذا النو هذه كنا نسقيه وعاود ربي جابنا هذه شهرين، جبنا الخيرات نتاع سيدي ربي راكم تشوفوا فيها. هذه الامطار الاخيره اللي جات في شهر ماي الحق ثلاث ايام هي امطار كما يبغيها الفلاح، ماشي قويه وكاع ثلاث ايام وهي في تصب ما شاء الله، الله يكثر الخير، الفلاحين استبشروا خير. هذا هو سد سكاك في ضواحي عن يوسف بتلمسان، يمتلئ اليوم بنسبه 100% بفضل التساقطات المطريه الاخيره. فيما يخص سد السكاك فقد امتلأ إلى 24 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نسبة 100%. نقدروا نستغلوا حوالي 30 ألف متر مكعب من سدي السكاك والمفروش. هذه الكمية تمكننا بإذن الله من تحقيق الأمن المائي خاصة على مستوى التجمع العمراني كبير تلمسان. الأمطار تأتي ببشرى إنتاج فلاحي وفير وأرض تجود عليها السماء بالغيث، فتختار الأغصان وترن مفرح زاهية الألوان. وفي مجال الاستثمار وضمن استراتيجية الدولة في رفع العراقيل عن مشاريع الاستثمار، يعد مصنع الورق بعين وسارة بولاية الجلفة واحدة من بين المصانع الواعدة بالجزائر من حيث الطاقة الإنتاجية واستحداث مناصب الشغل. الزميل محمد شوقي بونيف يفصل.
بعد رفع العراقيل على مثل هذه المصانع التي فتحت أبوابها لتكوين وتشغيل يد عاملة مؤهلة من أبناء عين وسارة، ليصل عدد العمال إلى 150 منصب عمل بشكل مباشر في هذا المصنع. الحمد لله دوك رانا تعلمنا تكوننا عليه الآلات، وهذه هي رانا خدامين الحمد لله. كنا شوماج ودوك رانا الحمد لله يا ربي. كنا شوماج نهار كاين نهار ما كانش، وبرك الحمد لله رانا مستقرين في هذه الشركة ورانا خدامين والحمد لله يا ربي. مؤسسة تشتغل حاليا 150 عامل بشكل مباشر، وبالإضافة إلى حوالي 50 منصب شغل غير مباشر. كما تكفلت الشركة بتأهيل كوادر محلية بواسطة تكوين متخصص على مستوى شركة الأم بالعاصمة، دفعا ومساهمة في الاقتصاد الوطني بزيادة وتنويع مصادر الدخل. هو ما يعكف عليه هذا المصنع لإنتاج الورق المنزلي والصحي بعد تشغيل خطوط إنتاج جديدة بتحويل 72 طن يوميا من المادة الأولية إلى أكثر من 144 ألف وحدة يوميا. تقدم مؤسستنا على تحويل المادة الأولية بقيمة 72 طن يوميا، وكذلك تحويل الورق بقدرة إنتاج 144 ألف وحدة يوميا بنظام تشغيل 3 أفواج. بمثل هذه المصانع والاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني بتنويع ورفع قيمة الإنتاج خارج المحروقات بعد تجسيد كل القرارات والآليات، والهدف هو تخفيض فاتورة الاستيراد. دوليا، في فلسطين المحتلة استشهد اليوم فلسطينيان اثنان برصاص قوات الاحتلال الصهيونية بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 15 فلسطينيا وهدمت منزلين قيد الإنشائية في الضفة الغربية. وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أن الاعتقالات تركزت في مدن جنين ورام الله والأغوار وبيت لحم، مشيرا إلى أن من بين المعتقلين أسرى أطلق سراحهم مؤخرا. في الملف الروسي الأوكراني، يكثف الغرب زيارته الدبلوماسية ودعمه لكييف، فيما تسعى واشنطن لإعادة فتح سفارتها هناك. وعلى صعيد آخر، يواصل قادة الاتحاد الأوروبي المفاوضات لإزالة العقبات أمام الحظر الأوروبي المفروض على النفط الروسي، فيما تحتفل اليوم روسيا بالذكرى 77 لعيد النصر على النازية بتنظيم استعراض عسكري ضخم بالعاصمة موسكو. بهذا مشاهدينا إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها لكم من الإخبارية الجزائرية. نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم. محطات الظهيرة متواصلة معكم مشاهدينا الكرام. الأوراق الاقتصادية تفصل فيها بعد قليل الزميلة حفصة غاني. أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية لنهار اليوم. رئيس الجمهورية وخلال ترأسه أمس اجتماعا للوزراء أسدى جملة من التعليمات في الشأن الاقتصادي، حيث أمر بإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وبخصوص مشروع القانون الجديد للاستثمار، فقد تم تكليف الحكومة بمواصلة إثراء المشروع نظرا إلى أهميته، على أن يعرض في اجتماع خاص لمجلس الوزراء يوم الخميس 19 ماي الجاري. تم طلب إعادة النظر في المشروع لأجل رؤية واضحة تكون مشجعة ومحفزة للمتعاملين الاقتصاديين، إعداد تصور شامل لمختلف المواد والسلع المستوردة من خلال مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتحديدها في اجتماعات الحكومة ونشرها بمرسوم تنفيذي.
في ملف الاستثمار، ولاية البويرة بموقعها الاستراتيجي تتوسط الولايات الشرقية والغربية وطريق الصحراء، تجذب المستثمرين الذين وجدوا بمنطقتها الصناعية وادي البردي كل الظروف الملائمة لإطلاق استثماراتهم. آية دحو وتفاصيل. في مساحة 225 هكتارا تتربع المنطقة الصناعية وادي البردي بالبويرة، منطقة تشهد نشاطا استثماريا كبيرا، حيث تجاوز عدد المستثمرين فيها 42 مستثمرا، خاصة بعد إجراءات رفع العراقيل. باديس اختار إنشاء مصنع للدهان نظرا لأن هذه المادة مطلوبة محليا، وهو يربط نجاح مشروعه بمناخ الاستثمار. كاين تريسيتي لحقت لنا حتى لهنا، تانيك اون تيغ تانيك لي كاميون لحقونا لهنا فاسيلمون. نستناو من القانون الاستثمار هذايا يعاونونا من كوتي تاع الجبائي والجمركي. وبوحدة الإنتاج هذه كل الآلات والمعدات تعمل بالتكنولوجيا الحديثة لتصنيع وشحن بطاريات السيارات، ويعلق صاحب المصنع آمالا كبيرة على قانون الاستثمار الجديد لتوفير الظروف اللازمة لنجاح أي مشروع. أنا استناو في المشروع في القانون الاستثمار الجديد يكون معناتها اون ايكوت كومبليمونتير معناتها بارابور المشاكل بتاعنا كي سون تقنية. القانون الجديد للاستثمار سيسمح بتجسيد المستثمرين لمشاريعهم ما يوفر مناصب شغل جديدة. الحمد لله جينا لنا استقبلونا مدونا لا شونس، رانا نديو في الاكسبيريونس. عطيت سي في كيما كاع الناس، صبرت عليها شوية هكذايا، عيطوا لي هكذايا كيما كان الحال، بديت ديماريت غير بشوية بشوية. أنا شيفور كلاك، أنا نجيبو سلعة للماشينيست ورانا نواسو في ستوك ونسرجو الكوامل. إثراء مشروع قانون استثمار جديد خطوة تؤسس لاستثمارات ناجحة وشراكة حقيقية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني. من المتوقع أن يتم تنظيم عملية الانتقاء الأولي لجهة الغرب للمشاركة في النسخة الثانية من مسابقة تحدي ابتكار الطاقة OEC 2022 يومي 11 و12 ماي على مستوى جامعة وهران، ويتضمن هذا الانتقاء الجهوي معاينة أعمال 200 مسجلا على المنصة، حيث سيتم عرضها أمام لجنة تحكيم مكونة من محترفين في مجال الطاقة وأكاديميين متخصصين في إدارة المشاريع وريادة الأعمال. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتشجيع المقاولين الشباب والطلاب وأي شخص آخر لديه أفكار مبتكرة في مجال الطاقة لجعلها مشروعاً يولد قيمة مضافة والحصول على دعم من طرف الشركاء من أجل تحقيق مشاريعهم. فلاحيا أضحت الزراعة المدمجة خيار المستثمرين الشباب، حيث مكنت آليات المرافقة ودورات التكوين لفائدة الفلاحين بولاية غليزان من تطوير هذه الشعبة وإدماج تربية المائيات في أحواض السقي المتواجدة على مستوى المستثمرات الفلاحية. محمد سلمي والتفاصيل. عمله في اختصاص جراحة الأسنان لم يمنحه من مزاولة ما توارثه عن الأجداد، كحال بن عيسى ابن منطقة زمورة بغليزان، وبعد رسمه لخارطة طريق تمكن من وضع اللبنة الأولى لمشروعه رفقة ابنه أسامة في ميدان الفلاحة المدمجة مع تربية المائيات. أنا ابن فلاح ومن صغري هو الفلاح، يعني حتى جاءت لي الفرصة اشتريت الأرض وغرست فيها أشجار رمان، ومن بعد جاتني فكرة لإدماجها مع تربية المائيات بما فيه فوائد للزراعة، لأن الزراعة يعني المودرن تتطلب الأسمدة، ولكن بإدماج تربية المائيات يعني أنا اكتفيت ويعني وحبست تقريبا نهائيا يعني زراعة الأسمدة. الواحد كما قال لك اختار هذا المجال باه الأولى يتعلم ويزيد يعرف، ومام طون واحد باه يتقوت. باعتباري طالب جامعي رانا هنا في هذه المزرعة السمكية اللي موجودة في زمورة، نزاول النشاط تاعنا التكوين تاعنا المبرمج من طرف الجامعة. وعملا على تسييد الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المشاريع، تعمل مصالح الصيد البحري بغليزان على وضع استراتيجية تمثلت في المرافقة والتكوين.
مديريه من حيث من سنه 2016 اللي بدينا بتكوين الفلاحين، كوننا حوالي 150 فلاح. هذا السنه احصينا حوالي 30 فلاح. عندنا في المديريه نقوم بمرافقه مثل هذه المشاريع وتقديم لهم يد المساعده، كذلك نقوم بتوجيههم لاجهزه الدعم لاجل توسيعه المشاريع. مشاريع كهاته من شأنها تحقيق الوفرة في الثروة السمكية والترشيد من استعمال الأسمدة بالمنتوجات الفلاحية. بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار مؤخرا بولاية تلمسان، امتلأت سدود الخمسة بأكملها، مما سيسهم في تحقيق منتوج فلاحي وفير. بن يحيى عبد الجبار. في هذه الأرض الفلاحية الخضراء الملأ بالثمار، يبدو عبد الرحمن سعيدا وهو يتفقد محصوله الوافر من الفول الأخضر. نربي غاتنا وراني ننتج حوالي 150 هكتار وقادر ننتج أكثر. هنا في الحناية بتلمسان يجني هؤلاء محصوله من البازلاء مستبشرين بالإنتاج كما ونوعا. عندنا الفول واجد، عندنا الجلبان واجد، عندنا الفلاحة السريال، وربي عطانا الخير في هذا النو هذه، كنا نسقيه وعاود ربي جابنا هذه شهرين، جابنا الخيرات نتاع سيدي ربي راكم تشوفوا فيها. هذه الامطار الاخيره اللي جات في شهر ماي الحق ثلاث ايام، وهي امطار كما يبغيها الفلاح، ماشي قويه وكاع ثلاث ايام وهي في تصب. ما شاء الله الله يكثر الخير، الفلاحين تبشروا خير. هذا هو سد سكاك في ضواحي عن يوسف بتلمسان، يمتلئ اليوم بنسبة 100% بفضل التساقطات المطرية الأخيرة. فيما يخص سد السكاك فقد امتلأ إلى 24 مليون متر مكعب، أي ما يعادل نسبة 100%. نقدروا نستغلوا حوالي 30 ألف متر مكعب من سدي السكاك والمفروش. هذه الكمية تمكننا بإذن الله من تحقيق الأمن المائي خاصة على مستوى التجمع العمراني الكبير تلمسان. الأمطار تأتي ببشرى إنتاج فلاحي وفير وأرض تجود عليها السماء بالغيث، فتختر الأغصان وترنو مفرح زاهية الألوان. فلاحيا دائما ومن أجل إمداد الأسواق المحلية بمنتوج فلاحي كاف طوال السنة، يلجأ عدد من الفلاحين إلى اعتماد تقنية الدورة الزراعية التي تضاعف مردودية الإنتاج باتباع الإرشادات الفلاحية اللازمة. سفيان مقرن. الدورة الزراعية لتنويع المحاصيل في السنة الواحدة وإمداد الأسواق بما تحتاج من غلال. صاحب هذه المستثمرة الفلاحية في سفيزف ببلعباس يعمل على تنويع محاصيله وتوسيع المساحة المزروعة قدر المستطاع. سينا العمل في الجقطارات وسنا دايرين 10 هكتار روندمون، كما نقولوا لا تعطيك 40 تعطيك 80، وما تاكلش الماء بزاف. الخدام ما يغبنش، المهم الانتاج يكون كاع في الخضروات في الاشجار كاع، اللي تخدم كاع شويه تخدم كيما الشجره كاع، ما تركش على جهه واحده، دير التفاح دير الرمان دير البعويده انجاس. اتباع نصائح المرشد الفلاحي المسؤول عن المنطقه يساهم في تحسين طرق الاستغلال الزراعي وتحقيق النتائج المرجوه من الدوره الزراعيه. تسمح برفع انتاج الحبوب، الاستغلال الامثل للارض، وتفادي ظهور الامراض للزراعات المتناوبه، وهي بدورها فعاله استغلال امثل للاراضي في وتوسيع ايضا للمساحه المسقيه. تدوير المحاصيل الزراعيه في قطعه الارض الواحده يعتبر اساسيا لضمان الاستمراريه بالانتاج المتوازن طوال السنه. إلى الأسواق العالمية، تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث خسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما بأكثر من 600 نقطة، كما هبط مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا ب 32.39 نقطة ليصل إلى 1883.52 نقطة.
ارتفع مؤشر التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة ارتفع في الفترة ما بين جانفي وأفريل من العام الجاري بنسبة 10.9% ليصل إلى 245.73 مليار دولار. وتدل المعلومات التي نشرتها الإدارة المالية الأمريكية على أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة ازدادت بنسبة 14.9% لتصل إلى 184.92 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الواردات الأمريكية إلى الصين بنسبة 0.3% إلى أكثر من 60 مليار دولار. إلى مستجدات أسعار النفط في العالم، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في تداولات بداية الأسبوع بنحو 5% لتسجل عند التسوية 112.93 سنتا للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 109.77 سنتا للبرميل. في المقابل تراجعت أسعار الذهب اليوم مع صعود الدولار لأعلى مستوى في عقدين، مما قلل جاذبية الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى، بينما شكل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية ضغطا إضافيا على الأسعار هذا. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1.18% ليسجل 1860.49 دولارا للأوقية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ب 0.8% إلى 1867.90 دولارا للأوقية. في الختام إطلالة على مستجدات أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. تم هذه النشرة الاقتصادية، عودة إليك العربي. شكرا لك يا زميلة حفصة غاني. محطات وظهيرة متواصلة، يرفع الآن على مسامعنا صوت الحق، صوت أذاني العصر حسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وما جورها من مناطق. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من المغفرة والأجر والثواب. الظهيرة متواصلة معكم مشاهدينا الكرام، وفيها أيضا طائفة من الأخبار الرياضية تلقاكم فيها بعد الفاصل الزميلة سهيلة معوش. هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. We'll be right back.
هذا البرنامج برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر، دائما أقرب. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى الجوله الرياضيه والمستهل باخر مستجدات التحضير للالعاب المتوسطيه وهران 2022، حيث انهت اللجنه الدوليه للالعاب المتوسطيه واللجنه المنظمه اجتماعاتها وزياراتها، حيث اختتمتها بندوه صحفيه نشطها محافظ الطبعه 19 محمد عزيز درواز ورفقه قول نائب رئيس اللجنه الدوليه للألعاب المتوسطية بغنغام سلام، حيث تحدث خلال هذه الندوة عن آخر المستجدات بخصوص استعدادات وهران لاحتضان الحدث المتوسطي. ماسين حمية. نشط محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط السيد محمد عزيز درواز ورئيس لجنة التنسيق ونائب رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط برنار أمسلام ندوة صحفية على هامش زيارة لجنة التنسيق لوهران المتواصلة إلى غاية 8 مايو الجاري، وذلك للوقوف عند جاهزية المرافق والمنشآت الرياضية التي ستستقبل المشاركين. احنا لاحظنا الارتياح تاع ممثلين اللجنه الدوليه، وهذا الشيء دعمنا معنويا. Donc nous avons plutôt bien avancé et aujourd'hui voilà, nous sommes davantage optimistes sur l'organisation de ces jeux et sur leur réussite dans quelques semaines ici à Oran. هي آخر الصور الخاصة بالمنشآت الرياضية التي ستستقبل المشاركين في الطبعة 19 من فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، جاهزية قصوى واحتراف في إتمام الرتوشات الأخيرة وارتياح كبير لدى أعضاء اللجنة الدولية. الحقيقة معناتها إنجازات يعني تفرض الأعجاب، وأكيد أنها باش تكون يعني في مستوى الحدث يعني ألعاب البحر الأبيض المتوسط، لأنها تستجيب للمواصفات الدولية والقانونية المعمول بها على المستوى الدولي والعالمي. الأشغال تقدمت كثير، احنا شفنا المركب الأولمبي وشفنا هذايا السنتر دو تير قدموا كثير، ولا تبارك الله. احنا منبهرين من الإنجاز هذا، ويعني وحنا فخورين به، يعني افتخار كبير، لأنه هذا الشيء راح يشرف بلادنا. هي مكتسبات للرياضة والجزائر ستسهم في إنجاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، ناهيك عن تحضير نخبة رياضية مستقبلاً. وخضعت العديد من المنشآت الرياضية لعمليات تأهيل، من بينها المسبح الأولمبي الذي سيحتضن منافسات كرة الماء. روبورتاج بالمهدي بالمهل. مدينة وهران المعروفة بطابعها الرياضي والمشهورة بمرافقها في عدد من التخصصات تأتي لتعلن باعتبارها عاصمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط في الصيف المقبل، تأتي لتعلن عن جاهزية منشآت رياضية أخرى لاحتضان منافسة الكرة المائية. ويتعلق الأمر بالمسبح الأولمبي ذي الشهرة القارية والذي يتوسط الحديقة العمومية الواقعة في قلب وهران بالمدينة الجديدة، ليؤشر عن أكثر من 40 عاما من الوجود. هذا المسبح دشن في 1980، ومن بعد عاود خدموه اون 2004، تعاود كاع من جديد الآن، هذا طرازا كاع وهذا مسبح جديد. المسبح ذو المواصفات المطلوبة في المنافسات الدولية خضع لعملية تجديد شاملة مست كلا من حوض المسبح وغرف تغيير الملابس والمدرجات. المنشأة الرياضية التي تتسع ل 500 مقعد تعززت باحتياجات السير الحسن للتغطية الرياضية كغرفة مراقبة المنشطات والإسعافات الطبية وضمان المراسلات الإعلامية. عندنا ديلوكو اللي سون ديستيني باغ اكزومبل لوكال اونتي دوباج، عندنا بور لانفيرميري، عندنا بور لا بريس، وعندنا ان لوكال تكنيك بور لو سكرتاري تكنيك تاع لا كومبيتيسيون موجودين في المسبح. نجمو نقولوا بلي هذا المسبح قاعد تجدد كاملا، منهم لي فيستيار، التهوئه، لا سيجري.
الفضاء الذي كان له دور كبير في كسب العديد من الألقاب الوطنية والقارية يأتي افتتاحه لاستقبال الطبعة 19 للتظاهرة المتوسطية في صيف 2022 في سياق يعيد الأمجاد في المجال الرياضي، شأنه في ذلك شأن التحفة المجاورة المتمثلة في قصر الرياضة الذي يحظى بأكبر نشاط وديناميكية في الرياضات الفردية والجماعية. ميدان الفروسية بالثانية واحدا من المرافق الرياضية التي ستحتضن منافسات الحدث المتوسطي، علما أن الميدان احتضن قبل شهر ونصف البطولة الإفريقية للفروسية أشبال وأوسط. نتابع. نبقى دائما مع أخبار التحضيرات لهذا الحدث الذي ستحتضنه الجزائر. تواصل العديد من المنتخبات الوطنية تحضيراتها لهذا الحدث المتوسطي، من بينها منتخب المبارزة، كما تستغل أقول هذه المنتخبات المنشآت الرياضية بعاصمة المتوسط. سيف الدين بن زردة. كبيرة تحدو مبارزي النادي الرياضي للتكوين وهران لضمان مكانة مع النخبة الوطنية التي ستشارك في الألعاب المتوسطية، موعد يتم التحضير له بجدية، حيث تسعى نايلة بنشقور وزملاؤها إلى تقديم أفضل أداء خلال هذه التظاهرة الرياضية. عندنا تربصات كل شهر سوغ ألجي ولي كومبيتيسيون، رانا نديرو دي شامبيونات دو موند دي كوب دو موند. يا دو سمان كنا في شامبيونات افريك ويوميا رانا نروحو جو دير عندنا انترينمون كل يوم 2 ساعة اي لو ويكاند رانا نديرو دي سيونس دو فيزيك رانفورسمون. المنتخب الوطني سيدخل الالعاب المتوسطيه ب 18 عنصرا يمثلون مختلف اختصاصات اللعبه، قائمه ستضم افضل المبارزين وعلى حسب نتائجهم المحققة قبل حلول موعد الدورة. وديجا عندنا جايين شامبيونات افريكا دي جونيور درناها في نيجيريا كلاسيت 5ام جونيور دينا لا دوزيام بلاس باغ ايكيب. خلال الالعاب ندو اون ميدال ان شاء الله ونديرو اون بيل بريستاسيون، سي سا البليز امبورتون. وعندنا لي زاتليت تاعنا عندنا رانا 5 في ليكيب ناسيونال و كل يوم ترينو هكا كيما نقدو. ورغم قلة الإمكانات تعمل نوادي وهران على تكوين أحسن المبارزين في الفئات الصغرى. أنا مختصة في المبارزة، عمري 14 عام، عندي هذا حلم باش نكون شامبيون دي موند. ملي كنت صغير وأنا نحب الرياضة المبارزة تاعي بدا يتحسن غير بشوية إن شاء الله وإن شاء الله مازال قدام إن شاء الله.
عندنا المخارطين في المبارزة عندنا 18 عضو، عندنا 6 بنات و12 ذكور، 6 إناث و12 ذكور في 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 الصنفين، صنف السيف وصنف الشيش. بالنسبة لعملية التكوين كيفاش راهي تجري يعني؟ العملية التكوين كما يقول لهم مستمرة، رانا في الـ في الـ في الأصناف الصغرى. في المرة الماضية كان عندنا كأس الجزائر في الصنف ليبينين صغار سيدي زيكول، عندنا مرتبتين ميداليتين ذهبيتين. بالتوفيق لكل الرياضيين الذين تنتظرهم تحديات كبيرة في هذا العرس المتوسطي، ودائما مع هذا الحدث نتابع وإياكم رأي الرياضيين والفنيين حول احتضان وهران لهذه التظاهرة في نسختها 19. بالك راح تفتح لنا أبواب واحدة أخرين باش بالك نورغانيزيو بيتات كاش كوب دافريك ولا نشوفوا المرافق في تما كان سيرتو الاستاد هذاك استاد كيما نقدر نقول لك فيه معايير عالميه. ان شاء الله تكون نجوزوا ان شاء الله تجوز بخير وعلى خير باش تكون نظره كامل للعالم كامل باش تكون احنا الجزائر كبيره ولازم تكون نظره مليحه ناخذوا نظره مليحه ونزيد نقول للشعب تاعنا لازم يقدم نظره صوره مليحه للمجتمع تاعنا. مدينه وهران وهذا الحفل يعني نظن احنا يعني من 90 من كاس افريقيا تاع 90 ما شفناش يعني ايفينمون هنايا في البلاد. نظن مدينه وهران يعني مدينه كبيره وكما نقولوا مدينه اللي باهيه وشيء ايجابي يعني اللي ناخذ ندوه من هذا ليفينمون هذا هو اللي زاد راسي كثير اللي شناها في وهران، منها الملعب منها المسبح منها قاعه ترزي وملعب سيك، هذا الشيء اللي نربحوا من هذا الاخر الشيء هذا اللي نفرحوا به ان شاء الله ويعطينا الدعم يعني ان شاء الله لتنظيم اكبر تظاهرات ولملكه افريقيا ان شاء الله. في سياق منفصل إن احتضنت المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد مواز محمد أقول بزيرالدا فعاليات الدورة الوطنية العسكرية الثالثة لكرة السلة بمشاركة 8 فرق بتعداد 128 رياضيا. اليوم الأول عرف افتتاح هذه الدورة التي ستتواصل على مدار 3 أيام. تقول دنيا حجاب: الفرق المشاركة في هذه الدورة الممثلة لقيادة الدرك الوطني الناحية العسكرية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة والسادسة إلى جانب قيادة الحرس الجمهوري. فبعد استعراض لهذه الفرق المشاركة ألقى السيد العقيد بالطيب جمال قائد المدرسة العليا للدرك الوطني بالنيابة كلمة افتتاحية لهذه الدورة. بهذه المناسبة السعيدة لا يسعني إلا أن أتوجه نيابة عن السيد العميد قائد الدرك الوطني وعن جميع إطارات ومستخدمي المدرسة بأسمى وأصدق عبارات الترحيب بالسادة الضيوف الكرام الذين شرفونا بحضورهم وبجميع الرياضيين والفرق المشاركة في هذه الدورة وكذا أعضاء الطاقم التحكيمي لهذه التظاهرة الرياضية العسكرية. التنافس في هذه الدورة سيكون على شكل بطولة مصغرة بحيث يخوض كل فريق 3 مباريات والفريق المتحصل على أكبر عدد من النقاط يتوج بلقب هذه الدورة. من جهة أخرى انطلقت اليوم منافسات البطولة العسكرية للسباحة بمركز الترفيه العائلي بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى. المنافسة والتي تدوم 4 أيام تعرف مشاركة 16 فريقا يمثلون مختلف القوات والنواحي والمدارس العسكرية. وأشرف رئيس الناحية العسكرية الأولى العميد محمد الصالح حمود على افتتاح البطولة بحضور إطارات الناحية والوفود المشاركة، ويتكون كل فريق من 8 سباحين ذكور و6 سباحات إناث موزعين على اختصاصات السباحة الحرة، السباحة على الظهر، السباحة على الصدر، الفراشة أيضا، والتتابع قول الموانع والإنقاذ. هذا وتختتم البطولة والخميس المقبل بتوزيع الميداليات على الفائزين وحفل الاختتام مباشرة بعدها. إن هذه المنافسات الرياضية الوطنية
هي قبل كل شيء عنوان للتعارف فيما بينكم والاحتكاك ببعضكم البعض. تستفيدون وتفيدون بما اكتسبتموه من خبرات في هذا التخصص الرياضي، كما أنها فرصة أخرى لاستدراك النقائص المسجلة في المنافسات السابقة وتقييم مستوى التحضير البدني لمختلف الفرق. وفي هذا السياق أدعو الجميع كل في مجال اختصاصه إلى بذل المزيد من المجهودات للرفع من مستوى هذا النوع من الرياضات والارتقاء به إلى أحسن المصاف، ولن يتم ذلك إلا بالعمل الدائم والمستمر على المستوى الفردي ثم الجماعي، دون أن نغفل الأطقم الفنية التي لها الفضل الكبير في تكوين وصقل المواهب الرياضية. كما تبقى الروح الانضباطية والنزاهة واحترام الخصم من الأبجديات الأساسية التي تقوم عليها كل الرياضات العسكرية، كما تعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق أي انتصار. ضيوفنا الكرام، أيها الرياضيون، مرة أخرى أرحب بكل الفرق والرياضيين المشاركين، وأتمنى للجميع إقامة طيبة بيننا وتنافس رياضي نزيه. وفي الأخير، وباسم السيد اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى، أعلن رسميا عن افتتاح البطولة الوطنية العسكرية للسباحة، متمنيا للجميع النجاح والتوفيق. احتضن المسبح الأولمبي لسندراك منافسة البطولة الولائية للسباحة لولاية الجزائر المؤهلة إلى البطولة الوطنية، وعرفت مشاركة 15 ناديا عاصميا إضافة إلى 4 أندية من ولاية تيبازا، وعرفت سيطرة عناصر مولوديات الجزائر. لبنى بورويس. بعد مرحلة تدريب كثيفة في الشهر الفضيل، عاد سباحو وسباحات ولاية الجزائر إلى أجواء المنافسة من خلال البطولة الولائية المؤهلة للبطولة الصيفية المزمع إجراؤها بالمسبح الأولمبي الجديد بوهران نهاية الشهر الجاري. أن المنتخب الوطني الجزائري بعض من السباحين تاعهم يشاركوا معنا هذه البطولة من أجل يكون عندهم احتكاك مع السباحين الاخرين باش يعرفوا الاوقات تاعهم، وهذه لهم كما يقولوا سي ان ديبار بور لو شامبيون الجيري. وكذلك استثناء ان طلبت منا بعض الولايات اللي ما عندهمش مسابح 50 متر طلبوا منا باش يشاركوا معنا، منهم فرق تاع تيباز. المنافسة كانت فرصة لسباحي المنتخب الوطني للتأقلم مع الوضع الجديد الذي تفرضه الألعاب المتوسطية بوهران الصائفة المقبلة وبلوغ مستواهم الحقيقي تدريجيا. Compétition qualificative au national qui va se dérouler à Oran, inchallah, et ça sera un test event. Donc ça sera une réplique de, c'est une répétition de, des Jeux méditerranéens, inchallah. Donc le niveau, si j'ose dire, c'est un niveau, je dirais moyen, parce qu'on vient de sortir d'une Ramadan. Donc les athlètes, ils s'entraînaient la nuit et en plus ils étaient en pleine charge. Donc là, c'est juste une compétition pour qui va leur permettre de se qualifier au national et être en meilleure forme pour les compétitions à venir. Bon, ça va par rapport au Ramadan. On a sorti du Ramadan et tout. Je me suis dit que bien, je connais la fin, mais ça va. Je progresse à la ligne. Mais inchallah, parce que je suis à l'Open. L'Open, inchallah, dire خير من هنا inchallah. سيطرة عناصر مولودية الجزائر على المنافسة لم تمنع بروز سباحين من الأندية الأخرى، على غرار مهدي شعيب من أولمبيك الجزائر وملاك بن عراب من نادي باينام. بيت ساعي باش نتكاليفا شامبيون ناسيونال، وفي الناسيونال إن شاء الله ندخل ليكيب ناسيونال ديراكت، باش دوك راني في لا سيليكسيون إن شاء الله، وإن شاء الله تكون الأور في الناسيونال. صافا شوية عينا مي صافا كاع واش سفرينا فلاني انا نلقاوه دوكا. في انتظار نهائيات البطولة الوطنية الصيفية للسباحة التي ستكون خاتمة منافسة الاتحادية وانطلاق الألعاب المتوسطية، برنامج ثري سياحي وترفيهي من أجل الترويج بالرياضات المائية. بالرياضات المائية، دونك ماشي غير السباحة، دونك عندنا عدة نشاطات في الرياضات المائية، وعندنا حتى نشاطات في شاطئ البحر.
إذن بالسباحة نطوي أوراق الجولة الرياضية من برنامج الظهيرة، أشكركم على المتابعة، يلقاكم الزميل إسماعيل ميلودي في النشرة الرئيسية الرياضية في تمام الساعة 6. شكرا على المتابعة ولكم عودة مع زميل العربي. شكرا لك يا زميلة سهيلة معوش، وبالأخبار الرياضية نكون قد أتينا أيضا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذا العدد من الظهيرة، نلقاكم بخير وعلى خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.